بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس، دائما وابدا معكم كل الاخبار والانفرادات والكواليس. ثلاث ارباع الحكايه خلص تقريبا في مجموعه الاهلي والزمالك. الاهلي رد الاعتبار بالثلاثه بفوز قوي ورائع وعرض ممتاز واداره فنيه رائعه من بيتسو موسيماني على فيتا كلوب في بلده 3-0 في اجواء صعبه جدا. الأهلي أصبح رصيده من النقاط 7 نقاط. سيمبا فاز على المريخ السوداني 3-0. الجولة القادمة شبه حاسمة، هقول لكم الأهلي هيلاعب مين والزمالك هيلاعب مين والقصة ماشية إزاي، لكن فوز كان ولا أهم للنادي الأهلي، لأن الأهلي خسر في المباراة أمام سيمبا 1-0 وتعادل مع فيتا 2-2. تعادله مع فيتا في فيتا كان مقبول، لكن تعادله في القاهرة غير مقبول، فتعكست الآية. الاهلي فاز على فيتا فيتا 3-0 وده مهم جدا، اداله 3 نقاط واداله اهداف واداله كمان اسبقيه في المواجهات المباشره، واصبح رصيده 7 نقاط في المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني. اما فيتا فتوقف رصيده عند 4 نقاط، لكن ما زال لديه امل وامل كبير. هحكي لكم تفاصيل القصه ماشيه ازاي وموسيماني ادار هذا اللقاء ازاي. الزمالك كانت كل الأجواء وكل الفرص مهيئة أنه يفوز. بالمناسبة الفوز تقريبا أو الهزيمة زي التعادل، لأنه في كلتا الحالتين الزمالك مطالب أولا بالفوز على المولودية في المولودية ثم تنجت، لأنه الآن أصبح خلاص الترجي وصل بالمواجهات المباشرة مع الزمالك ذهابا وإيابا، فالترجي ضمن بطاقة من البطاقتين إما أول وإما تاني، خلاص القصة بالنسبة له خلاص من غير مواجهات مباشرة. هو عنده 10 نقاط والزمالك يتبقى لديه مباراتين، لو كسبهم هيبقى 8 نقاط، وتونجيت عنده نقطة وحيدة لو كسبهم هيبقى 7 نقاط، فالترجي خلاص عدى. ولو الترجي حتى كان تعادل مع الزمالك كانت هتبقى فرصه أكبر في الصعود. ماشي، يبقى خلصت الحكاية بالنسبة لنادي الترجي، عنده مباراته مع المولودية في تونس، كده كده غالبا بيضمن صدارة المجموعة، رغم ان مولودية بعد فوز اليوم على تونجيت اصبح رصيده هو الاخر 8 نقاط، ترجي 10، المولودية 8، الزمالك 2، تونجيت خرج. هل الزمالك ودع البطولة؟ لا. هل الزمالك لديه امل؟ ضئيل، لكن ما زال لديه امل حتى هذه اللحظة. ما هو امل نادي الزمالك؟ 1، يفوز في المباراتين اساسي هيبقى 8 نقاط. لو فاز على المولودية هناك هتبقى المواجهات المباشرة لصالح نادي الزمالك، لانه المولودية متعادل مع الزمالك هنا في القاهرة. لو انه فريق المولودية خسر المباراتين، خسر امام الزمالك ثم خسر امام الترجي، يصعد الزمالك بفارق المواجهات المباشرة. ولكن الزمالك لعب أمام المولودية في القاهرة أفضل مباريات وتعادل بدون أهداف دون أن يسجل، ثم ذهب إلى تونجيت السنغالي هناك تعادل 0-0 دون أن يسجل، ثم ذهب إلى الترجي في تونس وخسر 3-1 سجل هدف وحيد، ثم خسر اليوم في ملعبه أمام الترجي 1-0. إذن أعتقد إن لم تكن الذاكرة تخني، هذه هي أسوأ حصيلة أهداف للزمالك يمكن منذ اشتراكه في البطولة، يمكن أنا يعني التاريخ كله ما أقدرش أقوله، لكنه 4 مباريات الزمالك لا يسجل سوى هدف وحيد، تهتز شباكه 4 مرات، 3 أمام الترجي 1 أمام الترجي، وتعادلين بدون أهداف بمعدل كل مباراة هدف. نجم الزمالك اليوم هو جنش أنقذ انفرادات وأنقذ عرضيات وأنقذ تسديدات، ايضا فاروق بن مصطفى الشوط الثاني انقذ كرتين هامتين، ضربه حره مباشره لاشرف بن شرقي وايضا تسديده لبن شرقي، وادى مباراه طيبه للغايه. الزمالك اضاع 45 دقيقه الشوط الاول دون اي محاوله هجوميه على المرمى، بدا الشوط الثاني بشكل جيد جدا لكنه لم يخلق فرص بالمعنى المعروف للفرص. هنتكلم كتير جدا في هذا الامر وفي المباراتين، لانه الزمالك في خطر حقيقي، وهتكلم في قصه كارترون وهل كانت عودته مناسبه وهل من نبه الى ان هذا التوقيت غير مناسب لنادي الزمالك، ده موضوع مهم جدا. تعالوا نشوف كارترون بيقول ايه في المؤتمر الصحفي ونرجع لحضراتكم من جديد.
Je dirais que c'était mon retour avec les joueurs. On a passé 3 jours où j'ai passé surtout beaucoup de temps à parler avec eux pour on va dire constater un peu les dégâts, parce que j'ai senti qu'en termes d'état d'esprit et au niveau saturation, on va dire physique, on avait atteint des sommets. J'espérais que malgré tout, sur le psychologique, les joueurs allaient pouvoir surmonter, on va dire, ce sentiment et arriver à faire un bon match. On a fait un match somme toute moyen et j'ai trouvé, comme je l'ai dit avant le match, l'équipe dans un état assez lamentable au niveau physique. Je veux dire, on a des joueurs qui aujourd'hui, au niveau intensité, n'arrivent pas à mettre de rythme dans les matchs. Donc on a vraiment beaucoup de travail pour remettre l'équipe à son meilleur niveau. J'ai dit aux joueurs de rester très calmes parce que je ne les ai pas reconnus pour beaucoup d'entre eux. J'ai vu des joueurs qui sont pour moi aujourd'hui à 50% de leur potentiel. طيب يعني هو يعني اول ما رجع النادي لقى اللعيبه في حاله بدنيه واقعه جدا، ولقى كمان روح الفرقه والروح القتاليه مفقوده مش موجوده خالص. قعد معاهم ال3 ايام اللي فاتوا قبل الماتش بيحاول يعني بيجهز فيهم كتير، وكان يامل ان هم نفسيا ومعنويا يبقوا احسن فيقدروا يطلعوا اداء احسن من كده. هو يعني شايف ان اللعيبه مش واصله حتى ل50% من قوتها البدنيه. الريتم اللي بيلعبوا بيه اللي كنا بنلعب بيه كان بطيء جدا، فهو لسه محتاج يشتغل معاهم كتير عشان يرجع لهم السرعه اللي كنا بنلعب بيها عامه معاه. بس والفتره اللي جايه دي بقى تسمح له ان هو يشتغل مع اللعيبه اكتر على النواحي البدنيه والنواحي النواحي النفسيه. سؤال اتفضل. من غير ما تكون مستني. اول حاجه كان واضح جدا من طريقه لعب الزمالك النهارده ان هو بيحاول بقدر الامكان يلعب على الكرات العرضيه في الوقت اللي ما كانش الزمالك بيلعب فيه باص حربه صريح او مهاجم يقدر يبيد لعب ضربات اليقظه. ليه ما حاولتش تنوع من لعبك واللعب في العمق؟ الجزئيه الثانيه، امل ضعيف جدا موجود للزمالك وشرط وحيد للصعود. هل لسه هتلعب على الامل دوت؟ هو الفوز بمباراتين والمغربيه يخسر المباراتين. On jouait beaucoup sur le centre, sur le deuxième mi-temps. On faisait beaucoup de centre sans avoir un attaquant de pointe clair. C'est des faux neufs. Donc pourquoi on n'a pas changé de jeu? On joue à terre. Et à plus ça, il ne nous reste pas beaucoup de chance pour se qualifier. Est-ce qu'on va jouer jusqu'à la fin ou c'est fini? Bah on va tenter notre chance bien évidemment jusqu'au bout. Je veux dire, on avait 2 points en 3 matchs, c'est sûr que c'était une mission très difficile, surtout quand on doit se relancer en jouant une équipe aussi forte que l'Espérance de Tunis. C'est pour ça que je dis, ce qui était intéressant pour moi ce soir, c'était de comparer ce qu'on a été capable de faire il y a quelques mois en arrière, où on avait réussi à surclasser cette équipe et où aujourd'hui, globalement, on a eu peu de maîtrise sur le match. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, l'équipe aujourd'hui évolue à un pourcentage relativement faible par rapport à son potentiel. Ensuite, on a eu du mal à être dangereux en première mi-temps. En deuxième mi-temps, Achraf, comme il l'a fait quand il a permis au Wydad de gagner la Champions League il y a quelques années, à jouer en pointe. Je voulais surtout l'épargner physiquement sur le fait de défendre sur le côté gauche et d'avoir plus de liberté. Je n'ai pas voulu faire de changements, on va dire, hasardeux, en n'ayant pas de maîtrise au niveau des joueurs. J'ai préféré jusqu'au bout laisser ma confiance et voir tenter avec des joueurs que je connais bien d'aller chercher un but qui malheureusement n'est pas venu. بالنسبة للمجموعة احنا هنجرب فرصنا لحد الآخر وهنقاتل لحد الآخر. أو طبعا لو تقارن طبعا الفرقة دلوقتي، حالة الفرقة دلوقتي معايا وحالة الفرقة من شهور فاتت لما كنا بنلعب الترجي، كنا أحسن بكتير وكنا قدرنا نكسب الفرقة دي كذا مرة. فلو تقارن الاتنين، لا في شغل كتير لسه محتاج يتعمل. هي مش فكرة بس عرضيات أو لعبة من العمق. اشرف كان بيلعب فرود، واشرف كسب الشامبيونز ليج مع الوداد وكان هو بيلعب فرود، فهو ما حبش يعمل تغييرات عشوائيه او يجرب حاجات جديده في ماتش زي ده. طبعا هو جه، طبعا يعني الموقف طبعا صعب ان هو جه وكان فاضي وكان واخدين 2 بونت من 3 ماتشات، وصعب جدا تبدا بدايه يعني بدايتك ضد فرقه زي فرقه الترجي، فرقه جامده جدا طبعا. بس قبل ما نستكمل البريس كونفرنس، من فضلكم كل واحد يحط التليفون على وضع الصمت لو سمحت، مش هنكمل الا لما التليفونات تتعمل سايلنت. اخر سؤالين، واحد هنا وواحد هنا.
كابتن يوسف إدارة الديار، عايزين نعرف الكواليس أسباب الرحيل مستر كارتيرون. رحل قبل نصف نهائي بطولة أفريقيا الموسم الماضي في وقت خطير جدا لنادي الزمالك، وترك الفريق مش عارفين برغم تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بيه. مصطفى منصور قعد مع الشخصية وحاول إن هو يبقى عليه. ومع ذلك أستأذنك معلش، الأسئلة ليها علاقة بمباراة النصر، يعني من فضلك لو في سؤال له علاقة بالمباراة اتفضل، ومش كده حتى مع ذلك الرجوع في التمرين الحالي وأداء النهارده غياب النزعة الهجومية على نادي الزمالك نهائي في المباراة. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé que l'équipe était quasiment dans l'incapacité d'élever son niveau en termes d'intensité. C'est pour ça qu'en jouant contre l'Espérance, ça a été pour moi très intéressant. Je veux dire, sur le championnat, par rapport à la qualité intrinsèque des joueurs, on a réussi à faire des résultats dernièrement. Mais sur un match de Champions League, on voit bien que l'équipe n'a pas été capable ni de marquer ni de gagner dans aucun des matchs de Champions League. Ça veut dire que les quelques matchs gagnés en championnat sont un trompe-l'œil par rapport au niveau réel de l'équipe aujourd'hui qui n'est pas bon. Et encore une fois, comme je le dis, les joueurs pour moi ne sont pas prêts du tout, que ce soit mentalement et physiquement. اللعيبه مش جاهزه بدنيا ولا ذهنيا. انت ماتشات الدوري كتير اللي كسبناها دي كلها هي خداعه. هو مستوى الدوري يعني في ليفل، وليفل الماتشات الافريقيه حاجه ثانيه. ماتش زي الترجي اديك شايف الريتم بتاعنا ابطا من الفرقه الثانيه. مستر كارتيرون بيقول ان اللعيبه 50% ناحيه بدنيه، اللعيبه دي بنفس النظام وبنفس ال 50% ناحيه بدنيه في كل المباريات كانت بتقدر توصل للجون كل شويه. النهارده الزمالك وصل للجون في ثلاث كور بس، منهم كورتين مسكهم من حارس الترجي وبعد كده مفيش اي خطوره. وبعدين يقصد ايه بالنواحي النفسيه؟ وايه اللي قدمه زيزو عشان يلعب 94 دقيقه في الماتش؟ دي سيمو جوار avec 50% de leur potentiel. Avec le même état lamentable. Et il était très offensif les matchs passés et on arrivait au but plusieurs fois. Aujourd'hui, on n'est pas arrivé au but que deux fois. Et gardien à attraper. Zizou, qu'est-ce qu'il a ? Zizou, il n'a pas joué bien. Pourquoi il a resté tout le temps ? Je vous renvoie à la question. Pourquoi l'équipe n'a pas gagné un seul match en Champions League et n'a pas été capable de marquer ? طيب هو هيسألك برضه سؤال، طب ليه الفريق ما كسبش قبل كده ولا فرقة في الشامبيونز ليج ولا ماتش في الشامبيونز ليج؟ النهارده انت ما وصلتش اساسا. دي زاريفي اتيري من اجوردي انا باغي باغي. بس كي جو با، ils ont pas joué chaque semaine face à un adversaire comme l'Espérance de Tunis. Et que, comme je l'ai dit, le championnat a été un trompe-l'œil sur certains matchs. Aujourd'hui, je le dis et je le redis, les joueurs ne sont pas à leur niveau, point. انت ما بتلعبش الترجي كل ماتش وفي موقف صعب زي كده، وماتشات الدوري خداع على الليفل اوطى من ليفل تشامبيونز ليج. زيزو بوركو زيزو اجو زيزو زيزو كاسكيل اجو زيزو زيزو. من فضلك انا اللي هديك السؤال لو في سؤال، ما فيش وقت. Dit Zizou, il n'a pas joué. Pourquoi il reste à 84 minutes sur le terrain, 14 minutes sur le terrain. Et aussi les aspects. Qu'est-ce que vous voulez dire pour qu'ils pouvaient surmonter leur aspect psychologique? Le psychologique, il dépend du physique. Comme je l'ai dit, l'équipe, pour moi aujourd'hui, n'a pas été capable d'élever son niveau en termes d'intensité. Dans un match de Champions League, c'est l'intensité qui permet aux joueurs d'élever, de mettre du rythme. C'est ce qu'on a été capable de faire à une période donnée de grande qualité. C'est pour ça que je me permets de juger l'état des joueurs, parce que j'ai passé 9 mois avec eux, que je les connais bien et que voilà, j'ai vu qu'aujourd'hui, ils ne sont pas à leur niveau de performance. Et c'est pour ça que je les défends en disant que les joueurs ne sont pas prêts à répondre aux exigences de matchs de haut niveau, comme c'est le cas quand on joue un match de Champions League. La preuve en est, très peu de buts marqués, 2 points en 4 matchs, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que sur le championnat, on peut faire illusion, mais parce que le niveau des adversaires n'est pas le même, mais sur la Champions League, on voit la réalité des choses. يعني تدي في الملعب اكتر من انت تقدر، اكتر من المخزون البدني اللي عندك، تمام؟ فهو يقدر، هو بيقول ان هو يقدر يقيم حاله الفريق كويس عشان هو قعد مع الفريق ده قبل كده، مع نفس اللعيبه دي في نفس النادي 9 شهور قبل كده. فلما يقارن حاله اللعيبه في وقتها وحاله اللعيبه دلوقتي، لا احنا دلوقتي الحاله اقل بكتير، تمام؟ ممكن في الدوري تكسب فرق كتير عادي وتوصل للجون كتير عادي عشان المستوى اقل، فدي ماتشات كلها خداعه للمستوى الحقيقي اللي هو مستوى
دوري ابطال افريقيا. ميرسي بوكو، ميرسي كوتش، ثانك يو. طيب مع كل احترامي لمستر كارتيرون انا مش عاجبني كلامه ومش مقتنع بيه، وهناقشه مع ضيف النهارده كابتن سامي الششين. اول حاجه حضرتك صممت على اداره هذا اللقاء، قلت انا مصمم وانا متحمس، وطلعت في تصريحات وقلت هذا الكلام. لو انك زي ما بتقول الحاله ما كانتش جيده ما كنتش قدت الفريق في هذا اللقاء. تاني شيء، الكل بيتكلم ان الزمالك بيقدم عروض طيبه في الدوري العام رغم تعثره في بعض النقاط، الا ان الكل بيتكلم على عروض الزمالك الجيده والحاله الفنيه والبدنيه الجيده. النفسيه ممكن انا موافقك لانه في بعض من الخلافات ما نقدرش ابدا ان احنا نتكلم عليها. ثالث شيء، الناس كلها بتتكلم ان الزمالك النص القداماني نص رائع، يعني بتتكلم على بن شرقي وبتتكلم على اوباما وبتتكلم على شيكابالا وبتتكلم على فرجاني وبتتكلم على مجموعه رائعه جدا لنادي الزمالك. وبالتالي كل هذا الكلام الحقيقه انا شايفه بالنسبه لي غير مقنع. ادي انفراد بينقذه جنش وغيرها، يمكن شيكابالا لما نزل عمل شويه شغل شويه لنادي الزمالك لكنه ما كانوش كافيين. اكيد الزمالك بيعاني بشده لغياب مصطفى محمد، واكيد الزمالك محتاج الى راس حربة هداف. عموما دي بعضا من اللقطات، وهيكون لنا وقفه كبيره جدا سواء مع الاهلي او الزمالك، لكن هاشتاج حلقتنا النهارده الدوري مع شوبير. سؤالنا، حظوظ الاهلي والزمالك في التاهل لدور الثمانيه بدوري ابطال افريقيا شايفينها عامله ازاي؟ تبعتوا لنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا اون تايم سبورتس اي جي، وتعالوا الى موجز الاخبار. ليست مفاجأة، الزمالك يخسر على ملعبه بهدف نظيف أمام الترجي التونسي، والمولودية بلا خسارة حتى الآن بفوزين على تونجت وتعادلين مع الترجي والزمالك. بعد عرض مثالي ونموذجي الأهلي يعود بثلاث نقاط وثلاث أهداف من ملعب فيتا كلاب ويرفع رصيده إلى سبع نقاط، أما سيمبا فيواصل الصدارة بثلاثية مريحة في مرمى المريخ الذي غاب عنه 8 لاعبين بسبب الكورونا. مع موسيماني او غير موسيماني يبقى سان داونز هو سان داونز، 12 نقطه كامل العدد، والوداد 10 نقاط، والاثنين اصطحبوا بعض الى دور الثمانيه. بعد صيام طويل عن الانتصارات، وادي دجله ومره اخرى قبلة الحياه بالفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1، بقى في المركز ال 16 ب 12 نقطه. اما نادي الاسماعيلي فقد تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما، صدق او لا تصدق. الاسماعيلي في مؤخره جدول الدوري العام بعد 16 اسبوع. ردا على كل الاستفسارات عن محمد شريف، الجهاز الطبي بيؤكد انه موسيماني فضل راحته لانه شعر بإيجاد خفيف في السمانه. وراحه سلبيه كبيره للاعيبه النادي الاهلي، اول مره ياخدوها من فتره، خمس ايام هيعودوا 23 مارس، لان اول مباراه هتكون مع المريخ 2 ابريل نظرا لتوقف الدوري بسبب مباريات المنتخب الوطني. اجتماع لا اعرف مغزاه حتى هذه اللحظه، ولكن الاهلي كلف طارق قنديل عضو مجلس الاداره لحضور الاجتماع غدا في اتحاد الكره المصري. مع الدعوات بالتوفيق لنادي بيراميدز، السفير المصري في تنزانيا بيحضر مران الفريق في دار السلام استعدادا لمواجهه نامونجو في دور دوري المجموعات لكاس الكونفدراليه، والحمد لله المسحه سلبيه، وباكد لكم بكره هنبارك لفريق نادي بيراميدز. مانويل نوير وشكوك حول مشاركته في مواجهه لاسيو بدوري الابطال، اصابته بنزله برد، وقبل ما ادخل كان المان سيتي متقدم على مونشن جلادباخ والريال متقدم على اتلانتا. هقول لكم النتائج والتوقيت بعد ثواني. في سن ال 39 وبعد تألق واضح مع فريق الميلان، الاتحاد السويدي يستدعي رسميا زلاتان ابراهيموفيتش للانضمام الى صفوف المنتخب رغما عن المدير الفني للمنتخب السويدي.
والكرواتي زوران ماميتش يتقدم باستقالته من تدريب دينامو زغرب. خد حكم 4 سنوات بتهمة الاختلاس عبر بيع لاعبين. عالم صعب. ودون مفاجآت وكما كان متوقعا، الاتحاد الدولي لكرة اليد يقرر تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة السيد محمد الأمين لحين إجراء الانتخابات عقب الأولمبياد. سيدات الأهلي يتأهلن لنهائي كأس مصر في كرة اليد بعد الفوز على حامل اللقب سبورتنج في نصف النهائي، وهقول لكم المباراة الثانية حصل فيها إيه. الريال متقدم على أتلانتا بهدفين نظيفين، وأيضا فريق المان سيتي متقدم على مونشنجلادباخ بهدفين مقابل لا شيء. لقطات مصورة من مباراة الأهلي والزمالك، ثم فاصل ونعود إلى حضراتكم من جديد. أهلا بحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين. سيمبا بيفوز على المريخ 3-0، والهلال بيتعادل مع شباب رياضي بلوزداد الجزائري بدون أهداف. الهلال السوداني وفيتا كلاب بيخسر على ملعبه من الأهلي 3-0. بترو أتلتيكو الأنجولي بيتعادل على ملعبه مع كايزر شيفز بدون أهداف. سان داونز بيفوز على مازيمبي مجددا 1-0. حورية الغيني بيتعادل مع الوداد بدون أهداف. الزمالك بيخسر على ملعبه من الترجي 1-0. مولودية الجزائر بيفوز على تونجيت سنغالي بهدف مقابل لا شيء. موقف المجموعات اصبح كالتالي. ادي معرفش انتوا، خلينا بس ابقى معاكم واحده بواحده. مجموعه الاهلي، سيمبا في الصداره ب10 نقاط، الاهلي ب7 نقاط، فيتا ب4 نقاط، المريخ بنقطه. نقف شويه بس عند المجموعه دي لانه مهم جدا. الجوله القادمه الاهلي مع المريخ في السودان، وسيمبا بيستقبل فيتا في تنزانيا. سيمبا بيلعب الظهر والمريخ بيلعب بالليل. طيب ماذا لو فاز سيمبا على فيتا كلاب؟ خلاص مبروك على النادي الاهلي، مش محتاج المباراتين. ليه؟ لانه هيظل فيتا كلاب عند 4 نقاط، وسيمبا هيصعد الى 13 نقطه، وهيموت نفسه عشان يكسب، لانه عايز يبقى في صداره المجموعه يعني. فالاهلي بفارق المواجهات المباشره بيصعد، لكنه مباراة الأهلي مع المريخ في السودان يعني أعتقد في المتناول، لأنه المريخ مش في أفضل حالاته، لكن يظل الأمل موجود عند فيتا. المريخ ودع رسميا خلاص، يعني نظريا ما زال لديه أمل لأنه عنده 6 نقاط، يوصل 7، الأهلي 7، لكنه يعني عمليا خرج من المنافسة. طيب نطلع على مجموعة الزمالك. الزمالك اللي بيتصدر هو الترجي ب10 نقاط، مبروك عليه، صعد خلاص رغم انه يتبقى جولتين، لم يخسر سوى نقطتين بالتعادل مع المولوديه هناك 1-1، كان قد فاز على فريق تونجس في البدايه 2-1، ثم تعادل مع المولوديه 1-1 خارج ملعبه، ثم فاز على ملعبه على الزمالك 3-1، ثم فاز وهو خارج ملعبه على الزمالك 1-0. بص النتيجه حضرتك، هو ليه 7 أهداف، عليه 3 ونقاطه 10. المولودية ب8 نقاط، والمولودية أصلا كان داخل على فكرة ملوش أمل في البطولة يعني، لأنه عنده مشاكل كتيرة جدا ومغير مدربه، لكنه البدايات بتفرق. المولودية برضو لأنه فاز مباراتين فادوله 6 نقاط،
وتعادل مباراتين ولم يخسر. خلي بالك بقى المولوديه كل ده لم يسجل سوى 3 اهداف في 4 مباريات. الزمالك بقى حاجه عجيبه جدا، الزمالك من 4 مباريات لم يفوز، تعادل مرتين، خسر مباراتين، لم يسجل سوى هدف، دخل مرماه 4 اهداف. المولوديه دخل مرماه هدف وحيد اللي هو هدف التعادل في شباكه امام الترجي في تونس، وبالتالي المولوديه في موقف الى حد ما الى امام الترجي في الجزائر. اذا المولوديه الى حد ما المولوديه يحتاج الى نقطه وحيده من مباراتيه امام الزمالك وامام الترجي، هم في حته الروح والدفاع شاطرين شويه. الزمالك نقطتين، تونجيت خلاص خرج رسمي، تونجيت فاضل له 6 نقاط، لو وصل يبقى 7، في المولوديه 8 نقاط. ما هو المطلوب من الزمالك؟ وده اللي انا قلته قبل مباراه الترجي، انه ما يفرطش في نقاط. طب فرط في 3 نقاط، تعادل الزمالك على فكره زي هزيمته، لانه الزمالك لو تعادل كان بقى 3، لو تعادل في مباراه جايه هيبقى 4، ولو كسب يبقى 7، خلاص المولوديه 8 نقاط. فالتعادل هو الهزيمه، يعني الزمالك واقف، بس هو عشان تاريخيا مفيش فريق تونسي كسب، الترجي ما كسبش فريق مصري يعني في مصر على الاطلاق، وهذا اول فوز ليه، فدي المشكله، يعني دي المشكله بالنسبه لنادي الزمالك، مطالب بالفوز ايا كان العرض بقى، ما يهمنيش العرض هنا، لكن يعمل اللي عليه ويفوز، حتى لو خرج يبقى على الاقل بثمان نقاط، يبقى خرج مرفوع الراس. انا قلت على فكره الزمالك قادر على الفوز على الترجي، كان قادر على الفوز على الترجي، تغييرات والحاجات اللي حصلت دي انا بعتقد ان كان لها دور كبير جدا في هزيمه الزمالك اليوم. مولوديه فريق كويس عنده روح، يمكن الفنيات عنده مش عاليه قوي، لكن عندهم روح وعندهم اصرار، لكن الزمالك راح يلعب على ملعب كويس، وهيكون على يوم الجمعه 2 ابريل اهو هتكون الدنيا يعني كارترون بيقول انه يعني اللياقه طيب قدامنا فرصه ان شاء الله في هذا الامر. يبقى الموضوع كده بالنسبه للاهلي والزمالك في المجموعات، الاهلي قريب جدا، الاهلي لامس الصعود. طب الاهلي ممكن يطلع اول؟ نعم. ازاي يكسب الماتشين؟ يعني يكسب الماتشين ايا كانت النتائج، لانه سيمبا لو كسب هيبقى 13، والاهلي اذا كسب المريخ هناك هيبقى 10، واذا كسب سيمبا هنا هيبقى 13، بس بشرط ان يفوز على سيمبا باكثر من هدف عشان تبقى المواجهات المباشره لصالح النادي الاهلي يعني. طيب موسيماني قال ايه بعد المباراه؟ ده كلام مهم جدا نسمعه ونشوف تاني. قدمنا مباراه جيده ونجحنا في استغلال الفرص التي اتيحت لنا في اللقاء. الاهلي فرض شخصيته واسلوبه منذ بدايه اللقاء. كنت واثق من قدرتنا على الفوز لان الاهلي يضم لاعبين على مستوى عال من الكفاءه والخبرات والقدرات الكبيرة التي تمكنهم من التغلب على الصعوبات. لا أقول ذلك لأننا فزنا اليوم بثلاثية خارج ملعبنا، بل قلت ذلك بعد المباراة السابقة بيننا رغم التعادل بهدفين. كرة القدم تمنح دروسا للجميع، ففي القاهرة أتيحت لنا العديد من الفرص وتعادلنا، واليوم سنحت لنا فرصا أقل وفزنا بثلاثية. الأهلي يملك جيلاً رائعاً من اللاعبين وتوجوا بالثلاثية الموسم الماضي، بالإضافة للفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية. واجهنا ظروفاً صعبة اليوم من درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة والنجيل الصناعي، لكننا في الأهلي لا نبحث عن أعذار ونلعب للفوز، لذلك دخلنا المباراة من أجل الانتصار فقط، وهو ما تحقق في النهاية. الحقيقه اللي قدمه الاهلي واللي بيقوله موسيماني هو ابلغ رد على كلام المدير الفني لفريق فيتا قبل المباراه، لما قال هنلاعبهم في الحر وهم عذبونا ورشوا الارض ميه ولاعبونا الساعه 9 وهنشوف بقى هيحصل ايه. سبحان الله الدنيا تمطر وما يبقاش في شمس والجو يبقى جميل والدنيا تمشي بشكل زي الفل والارض تبقى هاديه من المطره اللي نزلت عليها، والاهلي هو اللي يستفيد من هذه الاجواء اللي كانت موجوده هناك. عموما النادي الاهلي الحقيقه الميزه كمان انه لاول مره الاهلي بيسجل هدفين مبكرا، الاهلي يعني نادرا ما يسجل في الشوط الاول، لا الاهلي سجل مبكرا جدا، يعني هدف في الدقيقه 6 وهدف في الدقيقه 19. تبديلات الراجل، تعامله مع المباراه كانت جيده جدا. التوفيق، يعني كره قفشه تيجي في العارضه المفروض تطلع بره تدخل جون، ده التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يعني محمد شريف تشط تخبط في رجل الراجل وتعلى وتبقى جون، هذا الحارس سولا ده اللي عذبنا في المباراة الأولى، دي كرة الهدف الأول على فكرة، هو بيسدد خبطت في رجل الراجل من فيه، وبعدين كرة قفشة. التبديلات كانت رائعة، والتر بولي عمل جول حلو قوي لطاهر محمد طاهر، طاهر بيجري في كل مكان في الملعب في اليمين والشمال، أحسن استغلال أجاييه. أنا بحيي جدا ياسر إبراهيم، عامل مباراة عظمة 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 النهاردة،
لكن بحيي احمد رمضان بيكهام للمره الثانيه لانه مش مكانه ابدا الباك ليفت، بينزل وبيلعب وبيأدي ويعني على قد المسؤوليه الحقيقه، وده دليل انه اي لعيب ليه دور. يعني طاهر بيلعب شويه بيساهم بيسجل بيصنع، والتر بيصنع، مروان محسن بيصنع الهدف الاول كاجمل ما يكون، وبالتالي من حق اللعيبه انها تبقى. صلاح محسن كان عنده شك كده خفيف في العضله الضمه عشان كده ما كانش موجود في القائمه، محمد شريف بيثبت انه هداف، بدر بنون بيثبت انه باك من العار الثقيل، لاعب ليه تقله في الملعب، بياسر ابراهيم رغم انه مش اساسي، يعني لو علي معلول مش مصاب كان ايمن اشرف هيبقى موجود وياسر كان هيبقى على الدكه، سعد سمير تاني كابتن الفريق اللي قاعد وتحس انه كابتن التيم بشكل جيد، الشناوي وقيادته للفريق بشكل جيد، تحس ان في منظومه وفي توفيق من عند ربنا. اكرم توفيق كمان يعني الحقيقه اكرم ما كانش موجود في القائمه تمام، لكنه ولا حاجه لانه لعب في كاس العالم مباراتين وهكذا. يعني هي دي الفرقه اللي تبقى عايزه تكسب، الفرحه للجميع والانتصار للجميع والسعاده لينا جميعا ان شاء الله. مبروك للنادي الاهلي وكل التمنيات يا رب بالتوفيق ان شاء الله فيما هو قدم، وان شاء الله الزمالك يستطيع التغلب على هذه الظروف الصعبه وينجح زي ما قلت، اكسب وسيب الباقي على ربنا. يعني كان عاجبني كلام سيد عبد الحفيظ لما قال الموضوع بايدينا، عايزين نوصل نكسب، كلام كان مظبوط يعني. والاهلي استقال الطائره الساعه 10 بتوقيت الكونغو، ويصل بسلامه الله ان شاء الله في حدود الساعه 3، ما بين 3 و4 باذن الله يجوا بالسلامه، الحمد لله على سلامتهم ان شاء الله. طيب نقفل بقى الملف الافريقي لان هنرجع نفتحه تاني مع الكابتن سامي الشيشيني. النهارده كان في مباراتين في الدوري العام، مباراة الأولى الحقيقة جمعت ما بين سيراميكا وفريق نادي وادي دجلة، ووادي دجلة بيعود للانتصارات بعد غياب طويل جدا. الجول الأولاني ده حلو قوي، تسديدة رائعة. طيب حد بيقول لي هو الحكم رجع للفار ليه؟ لأن اللعيب اللي قدام عامر هل كان واخد عينيه؟ هل لفت انتباهه؟ هل يعني تداخل بشكل أو آخر في الكرة؟ لا لم يحدث، كريم الدبيس حطها حلو قوي. لكنه الحقيقة سيراميكا كافح وجاهد إلى النجاح، شادي حسين في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 74، كل توقع عودة سيراميكا لكن بخطأ ساذج من سيف تؤى، وضربة جزاء احتسبت كانت صحيحة، احتسبها الحكم أحمد جمال في هدف ملغي لفريق وادي دجلة. يا ريت نبقى نشوفه ونصر مع بعض، يعني أصلا القصة هم هنا اعترضوا إنها فاول، يعني هي دي اللي اعترض إنها فاول، هنشوفها تاني، ده الهدف الملغي، هنشوفها تاني بعد ما اتحسبت واحمد جمال راح للفار والفار قال له يا ريت نشوفها مره تانيه، الفار قال له تعالى، شافها وتم الغاء الهدف. معرفش ايه العصبيه اللي فيها اللعيبه دي، هو رايح للفار ما تكلمش خالص، وخناقات ما بين اللعيبه. بص حضراتكم كانهم كلهم حكام، كلهم رايحين على الفار والانذارات موجوده، ولا عبد المنصف هيقول لك اصله كابتن التيم، مفيش اسمها كابتن. بص حضراتكم المظاهره اللي وراه، بصوا المظاهرة اللي ورا الراجل، يا جماعة ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. وأنا والله عندي اقتراح، تحط الفار الناحية التانية بعيدا عن الاحتياطيين وكده، حطوا الناحية التانية، عارف انه مرتبط بعربية الفار، حسبها فاول. لكن هنا الحقيقة فاول غريب جدا عمله لاعب فريق سيراميكا في الثواني الأخيرة من اللقاء، يعني جوه ال 18 وأوفر وأنت واخدها أصلا، ليه كوعك أو كوع في الوش؟ والفار هنا اللي استدعى لكابتن احمد جمال، كابتن محمد عباس انديل وكابتن محمود وفا، وحسب ضربه جزاء في توقيت قاتل في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع، ورغم ان ده 8 دقائق لكنه ما كانوش مسعفين لفريق سيراميكا اللي اهتزت نتائجه بشده في الدور الثاني. سيراميكا هبط الى المركز ال 11 ب 21 نقطه، بدات تندع معاه. يعني انا قلت الاسماعيلي في البدايه في اخر الجدول، لا الاسماعيلي مش في اخر الجدول، الاسماعيلي قبل الاخير، لكن من 16 مباراة تحتيه الانتاج الحربي. محمد بسام النهاردة رغم انه عمل مباراة كويسة لكن طبعا الهدف كان مسؤوليته، ولا ليها لازمة يطلع خالص، هتلعب بالدماغ هتجيلك وانت واقف، وفي اتنين مشاركين، فخر الدين بن يوسف تقدم للاسماعيلي، لكن لم يهنأ الحقيقة الاسماعيلي بهذا التقدم اللي كان في الدقيقة 14. عمرو جمال جاب جون مفيش اروع ولا احلى ولا اجمل من كده، مع ان انا ما شفتش عمرو بيشوط فاولات قبل كده، لكن حطها حلو قوي، حطها حلو قوي قوي قوي. هو لما كان عندي هنا بيقول انا شايف نفسي احسن واحد، هو حر يعني وجهه نظره كده. على فكره عنده فرصه كبيره لانه احمد حسن كوكا بره المنتخب، مصطفى محمد عنده مشكله في جواز سفره اللي سرق، معرفش محمد شريف هيلحق يبقى موجود في المنتخب ولا لا، فانا شايف انه يستحق انه يكون موجود في المنتخب. الحقيقه عمرو جمال بيعمل ماتشات كويسه، هداف جايب اظن 6 اهداف، واحمد ياسر ريان النهارده اتعور في وشه، لكن ان شاء الله
ما تعطلوش. الحقيقه بقى بصوا حضراتكم، بص التوفيق من عدمه، مش ممكن، بص التوفيق من عدمه. الاسماعيلي بيصادف سوء حظ غريب وعجيب جدا جدا جدا، لكن هذه هي كره القدم. عدت هو يعني خطا مشترك ما بين بسام والمدافع، سهله برضو سهله. استنى بس، ربنا بيحبه انه يعني كان عامل شايل كام كره كويسين عشان ما يبقاش هو اللي بيشيل الهزيمه. موقع تراوي جيش برضو خطر جدا، لانه من 16 مباراه 14 نقطه زيه زي البنك الاهلي. وادي دجله رفع رصيده ل 12 نقطه وبيجتهد انه يستمر في الدوري العام. نتائج هذا الاسبوع: سموحه فاز على اسوان بخماسيه، وام بي تعادل مع المصري 1-1، وبنبارك للمصري تجديد عقد كريم العراقي. مقاولين خسر من المحله 1-0، البنك الاهلي خسر من الاتحاد 1-0، سيراميكا خسر من وادي دجله 2-1، طلائع الجيش تعادل مع الاسماعيلي 1-1، الاربع بيراميدز مع مصر المقصه، الخميس الانتاج الحربي مع الزمالك، الجمعه الاهلي مع الجونه. دي المباريات اللي موجوده في الاسبوع كله يعني، بس لسه 30 ابريل، لسه 30 ابريل يعني مش بكره، ده الاربع 14 ابريل بيراميدز مع مصر المقصه، الخميس 22 ابريل الانتاج مع الزمالك، الجمعه 30 ابريل الاهلي مع الجونه. عندنا فتره طويله جدا لا يوجد فيها كره قدم يعني. باتريس موتسيبي الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي عقد مؤتمرا صحفيا اليوم، ماذا قال؟ نشوفه ونرجع نكمل مع حضراتكم. في كأس العالم المقبل وأيضا في نسخ كأس العالم التي تليها سوف تنافس الدول الإفريقية، ولو أطلعتكم على برنامج الانتخابي أن من بين خططنا أن يفوز منتخب إفريقي بكأس العالم، دعونا نصفق ترحيبا لذلك. علينا أن نجعل القطاع الخاص يدعم كرة القدم الإفريقية، يجب أن نزيد حجم الدعم المقدم لكأس أمم إفريقيا لكي يكون أكبر بقدر بالغ، يجب أن نوسع من الدعم المقدم لدور الأبطال بقدر كبير. أحد الأشياء التي سأفعلها كرئيس أنه لا يمكنك عقد اجتماع مرة واحدة في العام ل54 رئيساً لكرة القدم الإفريقية، ليس عندما يكون لدينا هذا النوع من حالات الطوارئ. لذا أخبرتهم بأنني سوف أعقد اجتماعين آخرين في العام مع جميع رؤساء الاتحادات الإفريقية، وسنتحدث هناك عن الخطوات العاجلة والملحة، فهناك أشياء يتعين علينا القيام بها. يبدو أنه راجل جاد وجد، وننتظر منه الكثير، لأنه هذا المنصب الحقيقة شابه يعني العوار في الأربع سنوات الماضية. نتمنى أن يعيد المسيرة الصحيحة. راجل ملياردير وراجل ما شاء الله صاحب نفوذ، وكان رئيسا لسان داونز أو قول مالكا لسان داونز، وحد من أسرته تولى المسؤولية عقب يعني تولي رئاسة الاتحاد الإفريقي. نتمنى إن شاء الله أنه يبقى بشكل كويس. عندي الحقيقة خبر أنه مصطفى محمد إن شاء الله رغم سرقة الجواز هيكون موجود. مصطفى محمد مهم جدا جدا جدا. فاكرين لما قعدت انا اتحايل على اسوان ارجعوا ملعبكم ارجعوا ملعبكم ارجعوا ملعبكم وتحسوا بالدفع؟ بالفعل سياده اللواء احمد سليمان رئيس مجلس اداره النادي ومجلس اداره قالوا انه هنرجع نلعب على ملعبنا ان شاء الله بدءا من المباريات القادمه. طيب عايزين نروح لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معايا كابتن سامي الشيشيني، هنتكلم كتير جدا، عنده حاجات كتيره. بس قبل ما نروح للفاصل، سيف عيسى نجمنا في التايكوندو ده متأهل لأولمبياد طوكيو 2021 بيقول أبحث عن راعي رسمي. وأعتقد يا سيف الدولة لن تتأخر أبدا عنك، لأنك شرفت مصر وراجل صاحب بطولات في إفريقيا وكاس العالم للفرق وبطولة العالم العسكرية وبطولة الجائزة الكبرى وأولمبياد الشباب وأوسمة بسم الله ما شاء الله، مصنف واحد على العالم 2017، رقم 4 أولمبي، 7 أولمبي حاليا. إن شاء الله يا سيف اعتقد الناس يعني اكيد هتستجيب لك لانك تستحق. نروح لفاصل اعزائي المشاهدين، بعد الفاصل كابتن سامي الشيشين. الحمد لله الاهلي النهارده كسب لانه كان بيلعب بشخصيته اللي احنا متعودين عليها، وان شاء الله بطل النسخه العاشره باذن الله. افريقيا يا اهلي. الاداء الشوط الثاني اللعيبه كانت تعبت اكتر شويه،
بس الحمد لله الشوط الاول ادينا بشكل كويس وخدنا اللي احنا عايزينه من الماتش الحمد لله الثلاث نقط، وان شاء الله الماتشين الجايين بقى ربنا يكرمنا فيهم وناخد منهم ست نقط باذن الله. الحمد لله على المكسب، يعني اللعبه كانت رجاله في الماتش والنتيجه كانت متوقعه من ماتش الذهاب يعني، بس هي اللعيبه بس كان سوء توفيق في ماتش الذهاب، بوليا ضيع اكتر من فرصه، مدرب النهارده ادى فرصه لمروان محسن عمل ماتش هايل، محمد شريف بس الاصابه اثرت عليه، بس اللعبة كانت رجاله، اهم حاجه يعني قدمنا الكلين شيت واللعبة ادت ماتش حلو. موسيماني اخيرا ابتدى يعرف ان احنا المفروض احنا الاهلي واحنا اللي نبقى احنا اللي نهاجم واحنا الفريق الاقوى. الحمد لله يعني نزلنا بتشكيل مناسب، مش زي تشكيل ماتش سيمبا ومش زي ما كنا بنلعب في مصر وفرص كتير قوي ضيعناها، فالحمد لله ان شاء الله يعني احنا بطل القاره واحنا افضل فريق في القاره. الاهلي النهارده ادى اداء ممتاز في الشوط الاول، يمكن بقى لنا فتره كبيره ما شفناش الاهلي بيلعب كره هجوميه بالمنظر ده وضيع فرص كتير، واعتقد الشكل والاداء بتاع الاهلي اتحسن جدا في الماتش ده، واعتقد كده فرصه الاهلي ان شاء الله تبقى كبيره جدا يصعد للدور الثاني يعني طبعا بعد المكسب. ماتش النهارده كان احسن من ماتش اللي فات كتير، يعني الاهلي اداؤه اتحسن على الماتش اللي فات واللعيبه كانت فايقه اكتر، مروان محسن ابتدى يتحسن، ولولا اصابه محمد شريف كان الاهلي بقى يجيب جوان ثاني يعني وكده، فالحمد لله على المكسب. انا كنت متوقع الماتش يبقى صعب، كنت متوقع نتيجه 1-0، انما 3-0 كانت يعني نتيجة كبيرة طبعا، انما انا كنت متوقع الماتش يخلص 1-2-1 كده، مش النتيجة الكبيرة دي. المباراة كويسة جدا، وموسيماني بدأ يندمج مع اللعيبة كويس وبدأ الفريق يقدم مستوى عالي، وبدأ ان هو خلاص يعني ياخد وضعه في افريقيا وبدأ يرجع الاهلي تاني، مع ان الاصابات برضه جاية ضده، محمد شريف اول ما جاب جوان او كده رجع تاني اتصاب النهارده، فكل الظروف ضده، بس الاهلي كويس ان شاء الله نقدر نجيب البطولة العشر. اللعيبة النهاردة كانت رجالة فعلا يعني، وكانت على قد المسؤولية، مع ان يعني كان اللعب كان خف شويه يعني، كان دفعه شويه ورجعوا شويه يعني، دي حاجه بننتقد فيها موسيماني ان هو بيرجع كتير يعني، بس فعلا ادار المباراه النهارده بصراحه شابوه. النهارده اللعيبه كانت رجاله جدا جدا يعني، فمن احلى المباريات اللي اتلعبت بره ارض القاهره يعني، فان شاء الله اتمنى الاهلي ان هو ياخد العشره وباذن الله يعني يحقق الفوز السنه دي برده ويوصل كاس العالم للانديه تاني. لا كان تمام الماتش الحمد لله، كسبنا 3-0 وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله يعني. دلوقتي مسكت الامور بنفسك، انت تكسب الماتش الجاي ان شاء الله سيمبا، يبقى انت كده خلاص ضمنت المجموعه. النهارده الماتش كان كويس، النهارده اول فوز النهارده للفرق المصريه في ارض الكونغوليه، بسم الله ما شاء الله عليهم يعني، كانت حاجه كويسه ان شاء الله يستمروا على كده، يطلعوا المجموعه، خلص المجموعة بدري بدري ان شاء الله. احنا عاملين ماتش كويس واللعيبه لعبت بحماس، كل واحد كان بيلعب كويس النهارده، الخطه كانت جميله يعني، يعني الحمد لله اللي احنا كسبنا النهارده 3-0 وباذن الله القادم احسن يعني باذن الله. حقيقه ما كنتش متوقع نتيجه 3-0، لكن كنت عارف ان شخصيه الاهلي واداء الاهلي هيعرف يعمل مباراه كويسه، وده اللي نجحنا فيه النهارده بخطه موسيماني الممتازه النهارده لاداره المباراه. رغم النجاح الكبير الذي حققه مع الفرنسي باتريس كارتيرون في فترة ولايته الأولى العام الماضي ومساهمته في الفوز بكأسي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي، اعتذر سامي الشيشيني المدرب العام السابق للزمالك عن قبول نفس المنصب ضمن الجهاز الفني الجديد، والذي بدأ مشواره مع الفريق اليوم أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا. بعيدا عن القلعة البيضاء، استهل الشيشيني مشواره كمدير فني بشكل مثالي عندما قاد فريق أسوان لانتصارين ولا أروع على إنبي وطلائع الجيش في بداية الدوري، لكنه خسر 4 مباريات متتالية بعدها، آخرها أمام المقاصة في الوقت بدل الضائع، وانتهت مهمته مع فريق زهرة الجنوب مبكرا. قبل هاتين التجربتين خاض الشيشيني مسيرة متميزة كمدرب مساعد في العديد من الأندية مثل الجونة والاتصالات وبيراميدز، كما عمل في الزمالك أكثر من مرة بقطاع الناشئين ومع الفريق الأول.
كلاعب تألق المدافع الموهوب في صفوف الزمالك والمنتخبات الوطنية خلال فترة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، حيث لعب مع منتخب الشباب في مونديال البرتغال 91 وسجل في مرمى ترينداد وتوباغو، كما شارك مع المنتخب الأولمبي في دورة برشلونة عام 1992. من الدفاع الشرقية وأيمن عبد العزيز بيلعبها لسامي الشيشيني بيلفها حلوة. يا ولد يا ولد يا لعيب، يا خبر أبيض، كرة حلوة قوي 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 يا شيشيني، كرة جميلة 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 حلوة في الدقيقة 41. مع المنتخب الوطني ساهم الشيشيني في الفوز بذهبية دورة الألعاب العربية بسوريا 92 تحت قيادة الجوهري، وسجل أمام المنتخب السعودي في النهائي، كما أثبت حضوره خلال تتويج الفراعنة بكأس أمم إفريقيا 98 في بوركينا فاسو. لماذا اعتذر عن العمل في الجهاز الفني الجديد للزمالك مع كارتيرون؟ كيف يرى تجربته كرجل أول في أسوان؟ ولماذا تراجعت النتائج بعد البداية الرائعة؟ تقييمه لأداء الأهلي والزمالك أمام فيتا كلوب الكونغولي والترجي التونسي في دور أبطال إفريقيا وفرص كل منهما في التأهل لربع النهائي. سامي الشيشيني يجيب على هذه التساؤلات وغيرها مع شوبير في ملعب اون تايم. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، برحب بضيفي العزيز نجم نادي الزمالك السابق والمدرب العام لنادي الزمالك ونجم منتخبنا الوطني السابق كابتن سامي الشيشيني. كابتن سامي منورنا. كابتن سامي كابتن شوبير وحشت، سعيد بوجودك معانا. اخبارك ايه؟ انت منورنا مشرف. دي اول مره حضرتك، اول مره اطلع مع حضرتك في حياتي. تصدق ودي كانت غريبه جدا، حاجة غريبه جدا. تعرف كان الكابتن سعيد الشيشيني كده برضو لحد ما جه ضيفي في حلقه، وبس قعدنا كانت حلقه ذكريات، بس انت من الناس المحترمه اللي الواحد بيقدرهم دايما وبستمتع بيك، كنت بكلمك دايما في الاذاعه طبعا لانك من المحللين الجمال، وكمان شرف انضمامك لاون تايم سبورتس الحقيقه اضافه كبيره جدا. طيب هبدا سخن جدا، اعتذرت ليه عن الانضمام للجهاز الفني؟ بس افتح قلبك ده المره دي. اه بص يا كابتن، انا ك- 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 كرسمي آه. انا حدش كلمه مجلس اداره، ما تواصلتش مع حد، انا يمكن انا تواصلت مش مع حد خالص، ولا اتعاملت مع حد فيهم خالص لغايه دلوقتي. خالص خالص يا كابتن، المجلس نفسه ما اتعاملش مع حد. امال مين اللي كلمك؟ وما شرفتش ان انا اتقابلت مع حد او اتكلمت مع حد او اتعاملت مع حد. ناس قريبه من الراجل، لكن المجلس قريبه نفسه من كارتيرون. مش من المجلس. لا المجلس لا، ما اتعاملتش مع حد من المجلس. مين قريبين من الراجل يعني؟ حازم فتوح مثلا؟ حازم كده كان في كلام من بعيد يعني. فانا طبعا كلام من بعيد، لا يعني قبل ما الراجل يجي، طب احتمال الراجل يجي، طب الراجل هيجي كده الكلام ده. محدش قدم لك عرض رسمي؟ لا حتى لو عرض رسمي انا كنت هقول نفس اللي حصل. معلش ده مهم اللي انت بتقوله. لا رسمي كمجلس اداره لا، محدش كلم. لا انا ما اعرفش حد فيهم يعني. ما تعملش مع حد فيهم مش مهم، بس دول بيديروا نادي الزمالك. لا ما حصلش ان حد كلمني خالص. لا خالص خالص. لكن هو طبعا الوكيل او حد قريب من الراجل كان بيتكلم، طب الراجل احتمال يرجع يجي. فقلت له حاليا في الوقت الحالي انا مش عايز اشتغل في الكوره، ككوره مش كنادي الزمالك بس، ككره عامه انا كابتن شوبير يعني. انا حتى لو جالي عرض الفتره اللي جايه دي مش هشتغل في الكوره. ياه. لا لا خالص. معقوله؟ والله بجد. بس انت مدرب كويس وتوليت تدريب اكتر من مكان وعندك نجاحات كويسه، في اخفاقات ونجاحات زي اي حد يعني. مش من الطبيعي ان واحد في مقتبل حياته التدريبيه اذا كان واقع وقعه او اذا كان ما وفقش في تجربه يقول مش هشتغل كوره؟ حتى لو انك حاليا حاليا يا كابتن مش بتكلم على عامه. نعم. يعني حاليا في الوقت الحالي او المستقبل في الوقت القريب لا مش هشتغل في الكوره. طب خليني ادردش معاك. يعني في ناس بتبقى بروفيشنال جدا يقول لك لا انا هشتغل محلل، وعلى فكره جاري لينكر كده وغيره من الناس كده وبيدربوا شو اشتغل محلل او مقدم برامج ومشت الدنيا معاهم ولهم جماهيرتهم ولهم برامجهم. انت ما شاء الله محلل، انا سمعتك في الاذاعه مرات عديده جدا رائع وما شاء الله اضافه لاون تايم سبورتس. هل انت شايف انه سكه التحليل بالنسبه لك هي الانسب؟ بص انا حبيبها كابتن، حبيبها جدا. لكن السوق يتقبل وقت ما وقت انا ابقى موجود او مش موجود. كمدرب ولا كمحلل؟ لا كمحلل. خلينا نتكلم، انت برضو السوق ما هو عرض وطلب. تمام. ممكن في وقت من اوقات السوق يبقى مش محتاجك في الفتره دي، فالطبيعي يبقى انت عندك شغلك التدريبي. نعم. الحمد لله انا واخد كل الدراسات اللي اتعملت لغايه الليسن اللي هي الاي، يعني اعلى حاجه موجوده انا واخدها كويس، والعربه الافريقيه والاتحاد الانجليزي، واخد حاجات كتير في مجال التدريب. كنت بمشي في سكه
بس السكه الثانيه برضو ماشي فيها يا كابتن شوبير سواء في التحليل فبخش الثقل التدريبي بخش كل حاجه موجوده واشتغلت الحمد لله فاكثر من فرصه. لكن اللي انا شفته السنه دي مع فرقه اسوان تعبني تعبني جدا. ضغوط ناس محترمه قوي 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 ناس بص يا كابتن انا مش شفت حد في حياتي كده يا سلام المستوى بتاع الناس والله جميل ان انتم مشيتوا بالتراضي ومع ذلك بتقول هذا الكلام يعني. لا 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 ناس محترمه جدا رئيس النادي اللي هو احمد سليمان حاجه تفرح بصراحه والناس اللي موجوده كلها كابتن مجدي مصطفى بكل الناس الموجوده مجلس اداره مش عايز انسى حد منهم ناس محترمه جدا كانوا واقعين معايا بشكل كبير جدا لما بدانا. لكن انا لما دخلت الموضوع يا كابتن شوبير مستحيل واحد في العالم مش بقول في مصر يمر باللي انا مريت بيه مستحيل. لان انا اول ما دخلت الناس قالت لي احنا الاعاره هترجع تاني عندنا لعيبه موجوده. فما جيت دخلت اخش على اللعيبه قالوا لي احنا علينا مديونيه حوالي 3.5 مليون جنيه فاحنا عايزين نبيع لعيبه عشان نبدا نمشي. قلت لهم مفيش مشكله بالنسبه لنا. قعدنا اتفقنا على ان في 3 لعيبه يمشوا عشان اقدر اصرف. مظبوط. فوجئت ما عنديش غير في الملعب في لعيبه ما جاتش خالص عشان هي كانت عايزه تتباع. فبتلوي دراعك بقى ما جاتش التمرين عارفين ان هم هيتباعوا. في الاخر لقيت نفسي باتنين مساكين واربعه ديفندر وجون في الملعب مش لاقي حد كله اتباع حوالي 6 لعيبه اتباعت ما بقاش معايا غير كريم الطايف والمنتخب الاولمبي اتباع بقى كل المجموعه اللي كانت موجوده ما عنديش بقى ولا فيرود 5 فيرود اللي كانوا موجودين مش حد فيهم موجود سواء كان في ناس اعاره ناس اتباعت اصابه احمد عبد الظاهر معيش حد تحت الفيرود معيش اطراف ما كانت معيش فرقه فقلت طب هبدا اشتغل. طب القيد الاول لما يتعمل فقالوا لي ما تستعجلش بالقيد الاول عشان الفرق كلها لما بتعمل القيد الاول بيقع منها لعيبه. فوجئت يا كابتن شوبير المفروض القيد الاول كان 11 او 12 11 اتمد ل 30 عشان الزمالك كان بيلعب في افريقيا والاهلي كاس مصر. مظبوط. طب انا مش لاقي حد العب بيه مش لاقي حد اتمرن. تاني حاجه عندك مشكله كبيره ان الدوري ما توقفش الدوري كمل يعني ايه الناس كملت فلضم في بعضه فانت ما عندكش حته البدني بقى نيجي نتكلم على البدني وتحرك خبره ان البدن اهم حاجه في الكوره طبعا. فكل الفرق مكمله الا انت معكش لعيبه وبيجي لك لعيب ايه وزن زياده يا ما كانش بيلعب بقاله سنه سنتين يا ما كانش بيلعب خالص. فانت محتاج انك تقلل وزن ومحتاج ان انت تشتغل عليه وما عنديش نوعيه ان انا اقدر اشتري فلا بيجي فري انت بتاخده وطالع لك اتنين تقال جدا مش فرز اول زي ما بيقولوا يعني لا اللي بيبقى فاضي انت مش فرز اول يعني بصراحه يا كابتن فرز الاول هيجي لك ايه طبعا. هيجي لك السيراميكا والبنك الاهلي ما بيعرض في ناس كنت بتتكلم معاها فجاه راحوا الناحيه الثانيه لانه الدفع اكتر فلوس اكتر طبعا. فخلاص انت لقيت نفسك محطوط في الموضوع ومش عارف تعمل ايه. فاشتغلت على قد اللي موجود بقيت اتمرن بقى الصبح بعد الظهر ومعسكرات وبتاع وناس بتروح بتوفر اللي انت عايزه كله على قد الامكانيات اللي موجوده. قدرت ان اعمل حتى كريم الطيب اللي انا كنت عامل عليه حسابي ان هو يبقى فيرود يبقى موجود اتباع ب 6 مليون قبل الدوري باسبوع فما لقيتش لعيب عايش فيرود مش كده راح لا بيراميدز والبيراميدز ودوه اعاره للجون جونه في الاخر فعشان كده ما لقيتش حد العب بيه. فبدات الموسم بالمجموعه اللي موجوده سبحان الله ده كرم ربنا عشان الواحد ما يتفضحش بلغه الكوره يعني ان انا كان ممكن اتغلب الست ماتشات الاولانيين. قعدت مع المجلس وقلت لهم انا ممكن 4-5 ماتشات مش عارف اكسب انا مش عارف اجيب جول ما عنديش فرود يجيب لي جول فانا هتعب قوي عشان اعرف اجيب جول. فسبحان الله ان انا اكسب ماتشين في الاول انا ما كنتش عامل حساب على ده. انا نفسي كنت عامل حساب على ده عامل حساب ايه الكلام. بعد 5-6 ماتشات يخش فورمه الماتشات بدني التجانس افضل اقدر اوصل للتوليفه ال11 اللي تلعب بيهم ده مش هياخد منك اقل من 4-5 ماتشات. فالمهم لما جيت ابدا فكسبت الام بي وكسبت الجيش ده بكرم ربنا الموضوع ده. اول حاجه الفرود اللي عندك جاله رباط داخلي يا ساتر عمرو ناصر انت معكش لعيبه عندك اللاعب اللي بيلعب تحت الفرود الثاني محمود صلاح جاله رباط صليبي يا نهار ابيض عندك اسلام سر الثالث اللي كان بيلعب ناحيه اليمين لبس حذاء جديد فعمل له مشكله في الكعب رجله انت عارف بقى الكوره طبعا فحصل تورم فما بيلعبش فاصبح الثلاثه اللي بيلعبوا عندي مش موجودين. حتى مش موجودين وعندي مشكله اكبر ان انا بلعب كل 3 ايام لان عندي اللياقه البدنيه الكافيه ان انا ما عملتش فتره عدد كبيره بشكل كبير ولا عندك النوعيه تعمل بقى احلال وتجديد وتعمل بقى اللي هو الحاجات اللي موجوده دي. فلعبت حوالي 5 ماتشات في 17 يوم ما حدش استحمل انا ما استحملهمش. فحصل بقى النتائج والكلام ده كله الناس لما جم يتكلموا معاهم قلت لهم ده حقكم من حقك ان انت تغير لو النتائج مش ماشيه من حقك ان انت تجيب مدرب تاني يقدر يعمل الفارق يبدا يشتغل مع الفرقه واتفقنا وخرجنا باحترام بصراحه مع الناس يعني. لكنك الان مركز في التحليل شايف انه ده مجال بالنسبه لك كويس وعايز تنجح فيه زي ما نجحت كلاعب كوره. بص يا كابتن انا لما اشتغلت حصل لي كده مشكله ان انا ضغط عالي بقى عندي ضغط عالي فاصبح تحت الضغوط مطالب ان انا الفتره دي ما اشتغلش تحت الضغوط مش عشان حاجه لان لما ضغطك بيعلى
مع الوقت فجاه تحس انه بدا يعلى 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 لا لازم تعمل ستوب مش هتضيع نفسك. فانا حصلت ضغوط بعد اسوان عملت لي الضغط عالي شويه فلا مش محتاج ان اشتغل في الكوره دلوقتي. الصحه اهم ده بالنسبه لي. وعندك سكه تانية ربنا مديها لك انها شغاله نعم خلاص فانت بتخش في سكه تريحك شويه تهدى شويه وفي نفس الوقت ما تجيش على صحتك ده وده كان اهم حاجه بالنسبه لي. طيب تعال نروح للزمالك. انت كنت شاهد على كارتيرون طبعا وجماهير الزمالك بتعشق هذا الرجل انه الحصول على كأس السوبر المحلي الحصول على كأس السوبر الافريقي تخطي الترجي في ثمن نهائي البطولة السابقة بل انه من اسباب قدومه من جديد انه وشه حلو على الترجي انه كسب الترجي مرتين. انت اشتغلت مع كارتيرون وانا حتى قلت في المقدمة هرجع بتصريحات كارتيرون مع الكابتن سامي الشيشيني لانه انت قلت كلمة حلوة قبل ما نطلع هو قلت الراجل فتح صدره طبعا طبعا وبعدين رجع تراجع النهارده في تصريحاته الفرقه نفسيا والفرقه بدنيا واللعيبه مش زي زمان واللي 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 احكي لي. بص يا كابتن احنا لما جينا مسكت انا بالذات انا لما جيت مسكت مع مستر كارتيرون في البدايه انا كنت شغال في التدريب كنت شغال في الاعلام وشغال مع اكثر من قناه وشغال وهايل وماسك رئيس قطاعات الكوره وشغال قناه الزمالك وطيم وكنت شغال مع الكابتن مدحت فتره ما كان موجود بره فعندي دخل كويس قوي شغال كويس قوي مرتاح مش عايز اشتغل في الكوره الفتره دي فحصل قاعده كده فقالوا لي الفرقه مشي ميتشو على ما اتذكر مظبوط فالفرقه مفيش حد وعندنا ماتش بعد بكره بعد بكره مع مين مع الشرقيه بتاعه الزقازيق انا قبل كده حصل طلب مني اكتر من مره ان انا اجي مدير كوره او مدرب ما كانش في دماغي فلما قالوا لي الفرقه مفيش حد موجود والفرقه مفيش حد ينزل التدريب فرحت انا نازل التدريب بحكم ان انا كنت رئيس قطاعات الكوره ساعتها مظبوط فنزلت التدريب كنت لوحدي لوحدك ما كانش جابوا لي امير عبد العزيز لوحدي حتى ما كانش معانا مدرب حراس لان عمرو عبد السلام ما كانش لسه جه ما كانوش لسه خد الموافقه من الانتاج انه يجي فتخيل جهاز مش نازل فيه غير اتنين مدرب فتمرنا تاني يوم عندي ماتش بتاع الشرقيه فهو ما جيت قعدت قالوا لي كارتيرون هيجي لوحده ودي كانت من الحاجات اللي خلتني اوافق كويس انه يجي لوحدي لان انا ما بشتغلش مع جهاز وابقى مهمش عايز اشتغل يبقى له دور لكن هبقى مهمش ملهاش لازمه ده كلام محترم فقالوا لي لا الراجل جاي لوحده فقلت له ماشي مفيش مشكله انا اشتغل معاه لوحده بحكم ان انا هبقى قريب منه بحكم ان احنا نشتغل مع بعض كمجموعه يعني لقيت الراجل شخصيه محترمه جدا راجل منظم بس هو عنده ميزه بيشتغل على 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 اللونج تايم على على بعيد على المدى البعيد يعني النهارده انا عارف ان عندي شهر 2 ده كمان شهر ونص او شهرين فانت حاطط على البورد كده وانا قلت قبل كده حوالي 12 13 ماتش اللي قبل اول ماتش اللي هو قطر ترجي فاشتغلنا عليها سواء باحمال سواء بالتبديل ما بين اللعيبه وبعض نزل ده لا عايز اوصل للترجي ب 11 انا عارفه فخد وقت يشتغل فيه حصل بقى تذبذب في النتائج الناس مستحملاك النتائج بتاعت الدوري لان عندك هدف اسمى اهم اللي هو هدف اسمى هدف اسمى اللي هو الدوري الافريقي وانت وانت لما جيت مسكت اول ماتش رحنا كسبانين فيه كسبنا اول اغسطس وكسبنا بيراميدز فالناس صبرت عليك صح وكسبت الكاس فبدات النتائج تمشي دخلنا في عقبه بقى اللي هي الفلوس اللعيبه وسط وانت شغال تروح جاي لك ازمه اللي انت زي اللي موجود كان عندكم ازمات كان في ازمات فلوس طبعا هل بالفعل يا كابتن سامي اللعيبه كانت فعلا بتمتنع عن النزول للتدريب وهذا تكرر اكتر من مره بص يا كابتن هو هو الناس بتاخد تدي معاك اللعيبه طبعا ليها التزامات حقه انه ليه التزامات وحق بيته بس الميزه كانت الازمه ما بتطولش يعني الازمه تبقى النهارده تخلص بس انا يعني انا بس طبعا عشان حساسيه موقفي فدايما ببقى يعني ايه متحفظ كثيرا بيبقى عندي المعلومه ان اللعيبه ما نزلتش التمرين وان اجتمعوا مع رئيس النادي وان وعدهم بالحل وان فعلا بيغادروا النادي وبعدين بيرجعوا تاني يوم وان هذا تكرر مع نجوم كبيره داخل الفريق في الفتره السابقه ايوه بس الحل بيخلص بتاني يوم يعني الحل ما بيطولش ما هي الميزه اللي كانت موجوده لا كان في مشاكل ماديه واللعيبه كانت برده فترات ما عندها مشكله مش عايزه تنزل بتاخد فلوسها لكن انت الحل كان بيبقى سريع ما بيطولش معاك كتير ايوه فبالتالي كان الازمات دي بتشال مع المكسب فاللعيبه دي بيفصلوا وعندهم ميزه كبيره جدا لعيبه رجاله لعيبه كويسه قوي ساعه ما بيفصل لكن مش كل مره هتمشي معاك مش كل مره هتمشي معاك الكوره فالنهارده لما فصلوا لما كنا موجودين اشتغلنا على طول اشتغلنا وكسبنا والروح كانت كويسه والمكسب بيجيب مكسب والثقه جت وكل حاجه فالحمد لله قدرنا نعمل نتائج كويسه جدا وناخد بقى سوبر افريقي مع دوري وصلنا لبطوله افريقيا بس انت بتصنف كارتيرون انه من المدربين الجيدين المنظم كويس المنظم وعنده ميزه كابتن شوبير انه بياخد راي اللي حواليه مش منفرد القرار الجهاز قصدك اللي حواليه طبعا اللي هو الجهاز ما بياخدش قرار فردي هل بياخد راي اللعيبه بص يا كابتن لا هو قريب قوي من اللعيبه
كويس. انا طبعا في حاجات خاصه بينه وبينهم انا مبقاش موجود. نعم. لان هو الراجل بيروح بفتره وفترات بيروح مثلا لكل لعيب في اوضته في المعسكر عنده حاجه تعباه هو بيعرف يتعامل في الحاجات النفسيه دي قوي. نعم. فبالتالي لكن في الجماعيه لا القرار جماعي مش فرد. جماعي لا مش فرد. كان مين معاك في الجهاز ساعتها؟ امير كان امير وانا وهو عمرو. بس عمرو عنده حاجه، عمرو بيدخلش شغل فني، ملوش دعوه بشغلنا. عمرو بيمرن، هو يخش مع الاجوان ساعه ما بنيجي نتكلم في الفن هو ملوش دعوه. لكن اما مين اللي بيختار الحارس اللي هيلعب؟ هو الراجل حسب الحاله مع عمرو. لكن هو الراجل طبعا كان قراره ان ساعتها لو تفتكر لما ابو جبل وقف فخلاص ابو جبل وقف لغايه ما مشينا. نعم. لان هو عالي قوي وصل للمرحله اللي هو اللي هو التالق. القرار في النهايه قرار المدير الفني، قرار المدير الفني بعد ما بناخد قرارنا مع بعض. لكن هو صاحب القرار الاخير زي لكن هو عنده ميزه نعم. بصراحه بيسمع قوي كمان ومش بيقاوح يعني. ممكن يبقى احنا اجتمعنا على قرار هو مش عاجبه بس القرار ده فيمشي معانا في نفس الاتجاه. خليني اسالك، جماهير الزمالك في حاله احباط عنيف جدا، الهزيمه اليوم مستقر عند نقطتين، المولوديه كسب بقى 8 نقاط، الترجي صعد خلاص، هل ما زال هناك امل للزمالك ولا انت شايف انه الكلام هيبقى من قبيل يعني لا بس احنا بنطيب خاطر الناس؟ لا وانه في امل بس مش في ايدك انت، الامل مش في ايدك. ايوه. اللي في ايدك ان انت تكسب الماتشين اللي جايين وتستنى نتائج الاخرين. اللي مش في ايدك بقى انك تستنى نتيجة الترجي مع المولودية. مع المولودية. ما هو ده اللي مش في ايدك. نعم. لكن في ايدك وبالمجموعه دي لا ان شاء الله تقدر تكسب بطل تكسب بطل السنغال وتكسب مولودية. تقدر تكسبهم مفيش مشكله، اللعيبه تقيله. تقدر جدا. بص يا كابتن، انا النهارده لما جيت اتفرجت على 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 المدير الفني بتاع الترجي في المباراه اللي فاتت قلت مدبره ذكي جدا جدا في المباراه 3-1 اللي بتاعه 1 اللي فاتت في الترجي. ذكي. لان انا كنت بلعب على اخطائه. نعم. لما كنا بنلعبهم في مباراه سواء في قطر او الماتشين. نعم. احنا عارفين عنده مشكله كبيره جدا ان هو بيضغط جامد جدا فبيكملش شوطين. نعم مظبوط. وعنده غرور. مدرب مغرور. نعم. وهاجي اكسبك في ملعبك واخد منك البطوله. فانت بتلعبه على دي. اضغط اسيب لك الضغط، العب الطويل على مصطفى يرجع يدافع وبعدين يضغط عايز يهاجم، فبالتالي بيفقد المخزون البدني بيستهلك في حوالي 60-65 دقيقه. فانا لعبت معاه على دي في الماتشات اللي لعبتها له كلها، فقدرنا ان احنا نعمل ايه؟ نضربه في قطر ونضربه في القاهره. وهناك دخل فينا هدف بدري في اللي هو ضربه الجزاء بس قدرنا. نعم. ان احنا ايه نكمل نحافظ عليه. نعم. المره دي قابل الزمالك على ملعبه وهو بيدافع. فقلت المدرب ده ذكي. لا شاطر، عمل نص ملعب محترم، عارف اخطائه ايه. مظبوط. فبدا مش عايز يفقد غير ان الفرقه اتغيرت يعني. انت بقى ضم 5 عناصر ما كانوش موجودين السنه اللي فاتت، وبعد الفوز بالبطوله الافريقيه مرتين ورا بعض ساب ناس كتيره جدا، وده كان نوع من انواع الغرور او التسويق. التسويق ماشي. لكن هو قدامي كان 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 مغرور، كان مغرور قدامي، كان عايز يكسبني في اي وقت. الناس اللي فقدها ما خدش باله منها او انها خدش باله، وفي نفس الوقت بيلعبني ومش هقول بلغه الكوره مش محترمني. هو عارف ان انا هاجي اكسبك بقى في قطر. نعم. واجي اكسبك في القاهره. فبالتالي عايز فلعب مفتوح. انا ده اللي انا عايزه، دي كانت فرصتك. فعندي كمان محطه زي مصطفى محمد طبعا كويس قوي بتبني عليه عندك كونجم كان موجود في الماتش الاولاني جاب لك هدف بديل. بص يا كابتن، احسن بديل تشوفه في حياتك ونجم، احسن بديل تحتاجه في اي وقت. يا سلام. بص انا بقول لك يا كابتن، انا النهارده انا لو مصطفى مش موجود بدخل بن شرقي فرويد واخلي ونجم هو تحت الفرويد. مش موجود زيزو ونجم موجود، مش موجود بن شرقي ونجم موجود اي حد. وبعدين شوكة، عارف الشوكة؟ شوكة حضرتك هتتدلع، استنى خد حط مكان ونجم. خلاص ما انت ما وحتى لو بدا بيبقى كويس، كويس قوي. ما انا بقول لك ده افضل بديل. نعم. فانا فوجئت انه مشي، حتى دي بالنسبه لي كانت غريبه والله انه يمشي. سؤال اخير يا كابتن سامي قبل ما اروح لكابتن حمدي النجاز معاه مقابله ومدرب الترجي، بصراحه شديده جدا، هل ما تردد عن دايما خلافات بينك وبين المشرف العام على الكره السابق كان حقيقي؟ بص يا كابتن، هو ما كانش فيه خلافات بالخلافات اللي هي الخناقات او المشاكل، لكن انا اشتغل ليا وعليا. نعم. خد مني اللي عليا، لكن مش هسيب حقي. حقك اللي هو ايه؟ سواء مادي او معنوي او حاجه تانية. فالنهارده في حاجات انا ما اجي اشتغل لا ليا حقوقها اخدها. ما ينفعش انا سبت فلوس قد كده في الاخر الاقي مرتب لا يليق بمدرب مش مدرب عام. نعم. فده كان بالنسبه لي كانت صدمه. الناس هتقول لك فلوس ومش فلوس. على فكره بص يا كابتن شوبير، في حاجات تتقال وحاجات انا ما بقولهاش، حاجات على جنب. نعم. احترام للراجل الكبير اللي كان موجود مستشار مرتضى، لان علاقتي بيه كويسه جدا وناس كانت موجوده في النادي. نعم. لكن اللي انا اقوله هيبقى في حته ماديا والماديا دي بتاثر جوايا نفسي. نعم. لان انا النهارده ده حقي، وبعدين لما تيجي تقول لك انت بتتكلم عن الفلوس لا اتكلم عن الفلوس. حقك ده حقيقي، انت بتشتغل ليه؟ هل كان في حاجه غير المشاكل الماديه؟ في بعض الحاجات بس ما مش حابب ان انا اتكلم، مش حابب ان انت تتكلم فيها. خلينا نشوف ماذا قال حمدي النجاز ومدرب الترجي، ونروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا الهام مع الكابتن سامي الشيشين.
يعني بعد فوز الترجي بهدف مقابل اشياء على الزمالك، خلينا نرحب بحمدي نقاز لاعب الترجي التونسي. حمدي مبروك الفوز طبعا على نادي الزمالك، كانت مباراه صعبه ولكن الترجي قدر ان هو يطلع بالفوز النهارده ويكمل مسيرته بالتاكيد في دوري ابطال افريقيا. اول حاجه اهلا وسهلا بيكم بالمشاهدين بتاع تايم سبور والشعب المصري كله. الحمد لله اليوم حققنا فوز مهم ضد فريق كبير وفريق محترم اللي هو نادي الزمالك المصري. الحمد لله يخلينا اهم حاجه اللي جبنا 3 بونت، ماتش ما كانش سهل، ونحب نشكر اللاعبين كله والتيار الفني. حضرنا المباراه كما يلزم تكتيكيا وبدنيا وذهنيا، كنا حاضرين في الماتش والحمد لله اهم حاجه خلينا 3 بونت، وان شاء الله دلوقتي نركز في البطوله ولسه عندنا ماتشين ان شاء الله، وبالتوفيق نادي الزمالك ان شاء الله. طبعا يعني قبل المباراه حمدي نقاص كان واحد من لاعبين نادي الزمالك سابقا، هل كابتن معين المدير الفني لنادي الترجي التونسي استفاد من حمدي وسالك على نادي الزمالك نقاط الضعف نقاط القوه فيهم او لا؟ والله صح، هو الحقيقه كابتن معين شعباني مدرب كبير وعنده خبره ومش اول مره يلعب ضد الزمالك، لكن كما قلت كنت معناتها كانت تجربه لي مع نادي الزمالك، معناتها نحب نشكرهم ونحترمهم، ما عنديش مشكله مع اي حد في الزمالك. صحيح معناتها كما قلت معناتها قلت حاجات للمدرب عشان انا اعرف الفرق بتاع الزمالك مع تاني نقاط القوه يعني نقاط الضعف، لكن الحمد لله لعيبه كل كانوا رجاله، واهم حاجه اللي جبنا اخذنا عدد 6 بونت من الزمالك اللي خلونا في الصداره ومعناتها 90% ان احنا حققنا الترشح ان شاء الله للدور 8. يعني هل كان في تعاملات بينك وبين لاعبي الزمالك في المباراه سواء في تونس او في مصر؟ والله صح، اخواتي دول انت عارف معناتها اللعيبه الكل، مش عايز معناتها اذكر احد، معناتها اللعيبه كل اخواتي بحبهم وبيني وبينهم عشره كبيره، وظهر لي حتى الماتش ده والماتش اللي فات ما كانتش مشاكل مع اللعيبه، وعارف الناس كلها انا بحترم نادي الزمالك وبحترم اللعيبه، وعايز اقول لهم اللي انا بحبكم وبحب الشعب المصري كله، واحد معناتها ما ينساش الماء والملح اللي اخذوا واكلوا معناتها في مع الشعب المصري، وان شاء الله هارد لك للزمالك وان شاء الله بالتوفيق ليهم وان شاء الله معناتها الجاي احسن ان شاء الله. بشكرك جدا حبيب اخوي، شكرا. شعباني مدير فني للترجي التونسي. كابتن يعني برحب بيك على اون تايم سبورتس النهارده، مباراه بداتها بشكل تكتيكي مميز جدا، بدات بالهجوم على نادي الزمالك على ارضه، يعني شفت الاجواء ازاي وفوزك النهارده على الزمالك؟ اول شيء الحمد لله على الربح ده، بطبيعه نسلم على كابتن شوبير وبطبيعه على جمهور الكره في مصر. الحمد لله يدور لي ما كانتش مباراه سهله، كانت بين زوز اقطاب من الكره الافريقيه وخاصه شمال افريقيا، اللي مبارياتها ديما تكون صعبه وديما يطغى عليها الجانب البدني والتكتيكي. الحمد لله بالنسبه لنا احنا قدمنا مباراه ممتازه، انضباط تكتيكي كبير، فما روح قتاليه كانت، لانه حبينا تكون عندنا فرصه اليوم باش نضمن ترشح على بكري. الحمد لله نشكر اللاعبين ونهدي معناها الترشح والربح هذا الجمهور الترجي اللي سندنا في الاسبوع هذا حتى الوقت اللي مشينا فيه المطار، واعطى دعم معنوي كبير للاعبين، وان شاء الله نكملوا هكا. يعني اكيد مباراه قادمه تكون صعبه مع بطل السنغال، هتكون جاهزين ازاي ليها دي المباراه؟ خاصه اكيد دوري ابطال افريقيا مباراه كلها صعبه. اكيد بطبيعه ما فماش حتى مباراه سهله الحقيقه. شفتوا الفرق الكل، شفتوا المجموعات الكل، مجموعات صعبه وفرق تنافس بشراسه. ان شاء الله نتعاملوا مع مبارياتنا اللي قاعدوا معناها بكل ذكاء، خاصه لانه الرزنامه معناها كل 3 ايام ماتش، كل 3 ايام نلعبوا مباراه، وخاصه زاد عندنا لاعبين اللي باش يمشوا لفرقهم الوطنيه التونسيين والاجانب. ان شاء الله نحاولوا نتعاملوا مع السيتياسيون هذيا كما قلت بكل ذكاء، ونقعدوا ناخذوا القرارات اللازمه. اخيرا كريم وقع للنادي المصري، اخيرا كريم مستمر مع النادي المصري. كريم ببارك لك في اول ظهور ليك بعد تجديدك لناديك، بعد يعني انا شايف اكيد الفرحه، النادي المصري اكيد نادي غالي عندك وعند جماهير الكره المصريه بصفه عامه وجماهير مدينه بورسعيد بصفه خاصه. والله النادي المصري بيتي، وقلت مهما يحصل انا كده كده هجدد النادي المصري.
طبعا انا بشكر مجلس الاداره كله المحترم. احنا كان في نقطه بس احنا كنا بنتناقش فيها, يعني طولنا شويه, لكن في الاول وفي الاخر احنا بندور على مصلحه النادي, سواء مجلس الاداره سواء اللاعب, لان انا ابن من ابناء بورسعيد, فانا بدور لمصلحتي, مش مصلحتي انا بس, لا مصلحه النادي. وفعلا هم كان مجلس الاداره يعني برضو بيدوروا برضو اول في الاول وفي الاخر لمصلحه النادي. فانت ابن النادي لازم برضو انت تستحمل, لازم انت تخدم النادي. فدي كانت وجهه نظرهم, وانا طبعا لما وجهه النظر اتقربت وخلاص الموضوع بالنسبه لي خلاص, وانا النهارده مضيت على بياض للنادي المصري, جددت سنتين للنادي المصري. سنتين كده اصبح عندك 3 سنين ونص مع النادي المصري. ثلاث سنين ونص ان شاء الله. وانا كنت هدفي واللي انا بشتغل عليه اللي هو هدف الاحتراف, فكنت بكلم يعني مجلس الاداره المحترم اللي هو يدعمني في الفكره دي, وهم طبعا يعني وعدوني وكلموني في النقطه دي, وقالوا حتى لو هنتنازل عن حاجات كتيره بمقابل ان انت تحترف نساعدك في الاحتراف هنعمل كده. فده اللي كان, ده اللي طمني, وده اللي خلاني طبعا اكون في خدمه النادي المصري طول ما انا موجود في مصر ان شاء الله. اخيرا هتعود للتدريبات في اول تجمع للنادي المصري في مدينه بورسعيد, اعتقد على يوم الجمعه القادمه تجمع النادي المصري. انا اصلا ما كنتش يعني كنت بتمرن في النادي المصري, هو كان بس انا كنت مستبعد من المعسكر, لكن كنت بتمرن مع مدرب كابتن مدحت مختار, يعني حاجه ما شاء الله, يعني مدرب كبير ومؤهل كبير ما شاء الله. موقفنا على رجلي الفتره دي, فتره كنا بنتمرن في الجيم ونتمرن اخر النهار في الاستاد مع اللعيبه المستبعدين, فما كنتش انا لا بعيد عن الفرقه, يعني انا كنت مع, كنا بنتمرن 10 واوقات 10 واوقات 8, فدي فرقه لوحدنا. فطبعا الحمد لله يعني الموضوع وصل لنقطه اتفاق. انا مضيت النهارده على بياض للنادي المصري عشان خاطر المصري ككيان والجمهور بتاعه العظيم, لما هو يطلب حاجه لازم هتتنفذ, سواء انا كان رغبتي حاجه اللي انا ازود في عقدي الكلام ده كله, لكن ورغبه الاحتراف والكلام ده, لكن النادي الجمهور ده هو ملك للنادي. فطبعا معاه مجلس اداره محترم بيشتغل للنادي, بيشتغل لمصلحه النادي, فان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. الحمد لله خلال الفتره اللي فاتت قدرنا نقرب وجهات النظر ما بين مجلس اداره النادي وبين اللاعب, ووصلنا الحمد لله لتمديد العقد وبالمرضيه الحمد لله بالمبلغ اللي يرضي اللاعب ويكون في امكانيات النادي المصري. زي ما قلنا كده تاني, احنا مع كريم العراقي لغايه لما يحقق حلمه ان شاء الله, ومع مصلحه النادي المصري اللي هي اولا واخيرا احنا بنسعى لها كاعضاء مجلس اداره وكمجلس اداره منتخب من الجمعيه العموميه. في الاول وفي الاخر احنا بنسعى لمصلحه النادي. كريم العراقي ابن من ابناء النادي المصري, متربي في قطاع الناشئين, يمكن كان في اختلاف في وجهه النظر, في الاخر يمكن حضر سياده النائب حسن عمار قرب وجهات النظر, والحمد لله النهارده ببارك الكريم لوجوده في النادي المصري لمده ثلاث سنين. وكريم يمكن كنا بنتكلم معاه كان عنده حلم اللي هو يحترف خارجيا, واحنا طبعا يمكن مجلس اداره النادي المصري عمره ما بيقف قدام لعيب او حلم لعيب, وان شاء الله نشوفه نجم مصر ويرجع التمرين ان شاء الله يوم الخميس, ويرجع منتخب, يرجع تاني يتمرن مع منتخب مصر. مبروك لكريم العراقي ومبروك للنادي المصري وبالتوفيق ان شاء الله. اخطاء الزمالك الفنيه من وجهه نظرك النهارده, بكلم مدرب الزمالك السابق وبكلم واحد من المحللين المحترمين. مفيش الغل بتاع المكسب يا كابتن, ده ملوش علاقه بالاخطاء الفنيه. لا ما بص, بنتكلم عن الروح. بص يا كابتن, سيبك مع الفنيات دي في الاول, في الاخر هي امكانيات بتكتب بالكلام ده كله, لكن في الاول الروح. تمام, انت مش شايفها, ما حسيتهاش, ولا الترجي قدر زي ما انت قلت قدر يعني يلعب على المفاتيح. يعني مثلا انا دايما بربط الزمالك باتنين ثلاثه لعيبه, باشرف بن شرقي, بفرجاني ساسي, بطارق حامد. ده عندنا دول باوباما. الرباعي ده لما بيكون كويس الزمالك بيبقى كويس من وجهه نظري الشخصيه. شايف ان الترجي قدر يقفل عليهم ولا كارترون ما قراش المباراه ما قدرهاش كويس؟ بص يا كابتن, بدايه عدم وجود مصطفى محمد اثر بشكل كبير جدا. واحد ماشي, عدم وجود اونجم كبديل اثر بشكل برهان لحد ما. تاني حاجه الذكاء بتاع المدير الفني بتاع معين شعبان, اخطا كارترون, اخطاء كارترون ان هو اول ما جه كان واثق تماما من الفوز,
وده اللي صدره لكل الناس. أيوة. ان انا واثق في الفوز بس ده كويس. لا لما تدي الناس انطباع ان انا جاي اكسب وانه دي المفروض بتعلي زي ما سيماني قال لك في ايدينا وكابتن سيد عبد الحفيظ قال في ايدينا وقال انا رايح اكسب هناك وهكسب يعني هكسب. بص يا كابتن الصدمه ما هي الصدمه كبيره في الهزيمه بتاعت النهارده صدمه كبيره طبعا. تاني حاجه انت لو قريت خلي بالك التعادل زي الهزيمه هي هي لا هي هي انت مطالب تكسب الماتشين لان انت لو تعادلت هتبقى 3 بونت لو تعادلت مباراه تانية هتبقى 4 بونت وكسبت اللي بعدها تبقى 7 بونت المولوديه 8 انا بقول لك لو انت وصلت تعادل فالتعادل هي يعني انت تكسب بس ال 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 يعني التعادل لا ما انت لو كنت خدت البونت يا كابتن النهارده فاهمني ازاي النهارده كان هيبقى معاك هيبقى عندك فرصه ان هو لو ما انا بقول لك بس انت في كل الاحوال مطالب تكسب الماتشين ما هو مطالب لازم تكسب الماتشين واستنى طبعا الباقيين هيعملوا استنى بقى على امل اللي هناك المولوديه نعم فهو طبعا النهارده اللعيبه الحته الشراسه بتاعت المكسب طريقه اللعب بتاعت الترجي ما كنتش انت متوقعها بالشكل ده يقفل حتى في فرق انك انت بتقفل من تلتين او نص لكن النهارده الترجي بيلعب في قدام ال 18 لا ده تلت ما بيشتتش ده تلت يا كابتن كمان وبيطلع الكوره من تحت ما بيشتتش لا بيطلع عنده هدوء عنده هدوء على فكره حسام مرعي قال لي كده قال لي على والله قال لي كده قال لي على الزمالك ياخد باله لانه هيسيب للزمالك الاستحواذ وهيلعب بالطريقه دي لانه اتعلم من اخطاء قلت لك هو ذكي قلت لك هو اتعلم الاخطاء بتاعت السنه اللي فاتت بعد ما كان بيضغط معاك من قدام حتى على ملعبه هناك كان بيلعب واحمد ملعب. مجدي قال لي نفس الكلام يا كابتن هو عشان ما ده الذكاء بتاع المدرب بقى اللي هو بيتعلم من اخطائه بيتعلم بيشوف امكانيات الخصم بيدرسك كويس قوي بيسيب لك الاستحواذ هل يستطيع كارترون تدارك اخطائه في المباريات القادمه هل يستطيع كارترون التعويض في افريقيا والتعويض في يعني التعويض في افريقيا انه يكسب الماتشين ما انا بقول لك انت تكسب الماتشين وخلاص تكسب والدوري العام تقدر تكسب الماتشين والدوري العام تقدر تمشي فيه كويس قوي لكن هو ما قدرش الفرقه دلوقتي هي مش زي الاول بس تكتيكيا برضو في الملعب ايه ابرز الاخطاء انا بكلم مدرب هقول لك يا كابتن يمكن النهارده كان عندهم حته ان هو الهجوم كان زياده قوي تهور في الهجوم تهور كان في تهور هجومي بس ما فيش فرص ما هو ده بقى المشكله في المرتدات لولا النهارده تعلق جنش كان ممكن تبقى نتيجه 3-3 مستريح صح ولا غلط مزبوط. سواء في الكره بتاعت الهوني اللي اتلعبت مروح بعد الشوط الاول وسواء برضو اللي هي في الشوط الثاني على مرتين شايل انفرادين بالنسبه كانت نتيجته اكتر في ده التهور احنا بنتكلم عليه تحمله الهدف نسبته قد ايه الجنش بنسبه 50-50 50-50 لان هي مش قويه قوي وبطيئه هي خدت اللفه خدت اللفه لكن كان يقدر يجيبها الجنش راح المنتخب كان يقدر يجي يعني هو لو عملت تراي قوي او قراها شويه كان ممكن تتجاه هي هربت لكن هي برضو مش قويه قوي ده صحيح ولا اللي هي بعيده قوي لا يعني هي كان ممكن زحفت يمكن هي لكن هو تألقه النهارده اللي ساعد النتيجه لغايه اخر وخد كرات عرضيه وكان لكن كويس لكن النهارده كان هايل بصراحه لكن هم النهارده يا كابتن لعبوك قدروا ان هم يسيب لك الاستحواذ قدر ان هو يخليك يبقى عندك طمع في الهجوم ولعب على هجمات مرتده وقدر ان هو عمل زي ما انت عملت معاه زي ما عملت معاه في الماتشات اللي قبل كده عشان كده هو اتعلم من اخطائه زي ما بقول لك يا كابتن شوبير طيب الدوري العام فرص الزمالك يعني الناس دايما بتتكلم الزمالك بيقدم افضل العروض واحسن العروض وبن شرقي وفرجاني وامام عاشور وشيكابالا والاسماء الجميله الكبيره دي كلها لكن كل ده في النهايه بتلاقي المحصله عند النادي الاهلي يعني الاهلي ممكن يعمل ماتش وحش قوي مثلا زي الاسماعيلي بس يطلع كسبان بالظبط طبعا انت المشكله في عندك حاجه كابتن ان انت مع الفرق الكبيره بتعرف تكسب صح مع الفرق الصغيره ما بتعرفش ودي كارثه بتضيع نقاط كثيره بتضيع 7 بونت من محله ودجله بتضيع 7 بونت والاسوان ده من بيراميدز بيراميدز يا كابتن ده طبيعي تنضيع من وادي دجله تكسب وادي دجله والمحله واسوان بتضيع 7 بونت 7 بونت 7 بونت انت المفروض تكون في جيبك يعني كسبت التقيل قوي وجيت مع اللي هو المحدود مش هتكلم ضعيف لان الدوري ما فيهوش ضعيف اكيد لكن النهارده ضيعت 7 بونت كان ممكن يبقوا في ايدك دول كان ممكن يخلوك على القمه مستريح صح ولا غلط صحيح فهو ده المشكله بتاعت نادي الزمالك ان هو مع الفرق الكبيره بيعرف يكسب الصغيره زي ما حصل النهارده الترجي لعبك على اساس ان هو فرقه صغيره ان هو راجع لورا قوي ساب لك الاستحواذ في لعب على المرتد فعشان كده بقول لك لا الزمالك يقدر الفتره اللي جايه يقدر يصلح الاخطاء فرص الزمالك في الصعود كام في المية يا كابتن سامي 30% 30% 30% لكن ما دام في نسبه يبقى موجودين يبقى في امل ونعيش عليه في الدوري بقى لما يخش الجزيري لما مروان ياخد الثقه مع شغل الراجل مع الكلام ده كله الزمالك ممكن يبقى في حته تانية استبعاده لمروان حمدي من القائمه خالص فسرته
طبعا وهعمل وعارف عارف انه هيعمل كده ليه وطلع كمان لو جيت تبص طلع طلع حسين فيصل من طلع رؤى اللي كانوا موجودين في الماتش اللي فات هم دول مش بتوعه اصلا ما هو ده بقى اللي هو جه حب يجيب المجموعه اللي عارفه شغله مش هجازب حد انا ما اعرفوش ما شفتوش فهو جاب المجموعه دخل حتى النهارده لو تبص دخل النهارده حسام اشرف في الدكه اسامه راح بادئ بحسام فيصل على حساب احداد كان ممكن يدخل بن شرقي هو مش احداد قبل كده ما انا بقول لحضرتك عشان كده فالنهارده هو الراجل عايز يبدا باللي عارفه فتره التوقف يقدر يعالج كل الاخطاء ما هو بص يا كابتن هو النهارده في مشكله حصلت طبعا الهزيمه بتاعت النهارده انك انت تخرج منها مش بسهوله مش بسهوله لا مش بسهوله لان الثقه بتاعت الناس اللي انت جاي بيها اتهزمت الناس كانت راميه عليك مجلس اداره بالجمهور جامد جدا أمل. هو ينفع يا كابتن سامي ان انا استشير اللعيبه ان انا امشي مدرب واجيب مدرب ما ينفعش يا كابتن ما ينفعش هو بص خلينا نتكلم بصراحه انت الجهاز اللي كان معاك ما بقاش الجهاز اللي بقى معاك انت وامير لا امير قعد معاك وعمرو عبد السلام انت النهارده امير مدرب كويس عمرو مدرب كويس فانت لسه عشان تكتشف جهاز جديد هتاخد منك وقت مش عارف تكتشف النوعيه اللي معاك مش دي المشكله يا كابتن لكن ان شاء الله قادرين الفتره اللي جايه ان هم يرجعوا ان شاء الله خلينا نروح لفاصل ونفتح ملف الاهلي وفيتا وعايز اكلم الكابتن سامي بمنتهى الصراحه موسيماني كان بيتعرض لحمله تقطيع عنيفه جدا دلوقتي موسيماني في السماء كارترون كان جاي هو المنقذ دلوقتي كارترون جاي ليه لازم اتكلم في الظاهره دي مع الكابتن سامي الشيشيني بعد الفاصل صديقي العزيز معلقنا الجميل دكتور طارق الادور بيقول لي التعادل غير الهزيمه بالنسبه للزمالك وانا موافقه طبعا بنسبه 100% بس انا بقول انه الزمالك ملزم في كل الاحوال انه يفوز بالمباراتين وينتظر مباراه المولوديه مع الترجي في تونس بامر الله لكنه طبعا لو كان تعادل وفاز بمباراتين يبقى 9 بونت كانت تبقى الفرص احسن بالتاكيد يعني لكنه احنا بنقول انه في كل الاحوال لابد ان يفوز باللقاءين. الاهلي هجوم على موسيماني بعد عرض سيء امام الاسماعيلي وتعادل بعدها مع فيتا وقبلها بكام يوم خساره مع سيمبا هل ده اثر على اداره النادي الاهلي اثر على موسيماني وهل كنت تتوقع ان الاهلي يخرج من الازمه دي لانه كان مقدم على ازمه بالتاكيد بفوز كبير على فيتا في ملعبه لا طبعا كنت متوقع ان الاهلي هيخرج من الازمه دي خالص انه يخرج من الازمه ايوه من الازمه اللي هو موجود فيها دي طبيعه النادي الاهلي وطبيعه اللعيبه اللي موجوده وطبيعه شخصيه الاداره بالناس اللي موجوده بص ده دي كونغو قبل المباراه بص يا كابتن اسوا اداره اللقاء كانت مباراه سيمبا اسوا اداره اللقاء واسوا تشكيل تبدا بيه وطريقه لعب تبدا بيها في موسيماني وسيمبا هناك سيمبا ده لا وبعدين سيمبا كانت في افضل حالاتها خلينا نتكلم بصراحه ده صحيح واحنا في اسوء حالات لكن هو هنا في فيتا كلاب كان كويس على فكره هنا كان بس ضيع فرص كتير المشكله كلها هنا في فيتا هنا وضربه الجزاء مش ضربه جزاء مش ضربه جزاء صحيح هو الراجل اتظلم اتظلم من الفرص انه بيوصل كتير اتظلم ان ضربه جزاء مش ضربه جزاء كان ممكن يبقى كسبان 3-2-1 طبعا النهارده بص يا كابتن احسن حاجه بالنسبه لك كمدرب لما تكون سيء وتعرف تكسب ايوه صحيح يعني خلينا نتكلم بقى لما تكون سيء بس وتعرف تكسب انت ما بتتكلمش على ماتش النهارده على الاسماعيلي انت كنت تطمنت من الاسماعيلي انت بتقول اداؤه كان سيء نعم خاصه الشوط الاولاني لكن خد 3 بونت مظبوط وده اللي يفرق معايا المدرب ما بتتكررش كتير ممكن تبقى سيء وما تكسبش صحيح لكن سيء وتكسب هتيجي في الكويسه تكسب وده اللي حصل ماتش الاسماعيلي اداك ثقه اداك ثقه المكسب انك تكسب الاسماعيلي مع الواد عيلت صحيح النهارده اداره اللقاء اختلفت ايه بقى النهارده بدل ما كنت بتلعب هناك في سيمبا ب 3 نص ملعب وغيرت طريقتك تماما وقعد بره السوليه ومقعد بره قفشة النهارده انت بادئ بفرودين مظبوط شريف الفكر مختلف ومروان حتى البعض تخيل انه شريف هيلعب ناحيه اليمين لا لعب راس حربة راس حربة والاثنين عملوا الجون النهارده من التشكيل انا كلاعب ببقى عارف المدرب عايز ايه ببقى في قلق بتصدر عليك. خوف يا تديني ثقه برافو عليك النهارده انا مبدا بتلاته نص ملعب عايز ادافع صح خلاص انا خايف انا قلقان لما ابدا بفرودين انا جاي اكسب ايوه تاني حاجه الاهلي عمل ايه بقى يا كابتن شال الضغوط اللي عليه في اول تلت ساعه وجاب هدفين ما جاب الهدفين اتصدرت الازمه لمين لفيتا تاني حاجه حظك بقى ان الجو بعد ما كان يبقى حر قوي سبحان الله كويس سبحان الله الدنيا مطرت الشمس ما طلعتش الجو بقى حلو رحت جايب جولين بدري فصدرت الازمه والتسرع لفيتا كلاب اللي هو بدا يهاجم بشراسه على حساب الدفاع جبت الهدف الثالث وكنت ممكن تجيب هدف وكان كتير. ممكن تجيب اللي انت عايزه تاني حاجه عندك حلول كتير عايز تلعب بتين ديفندر ماشي عندك التالت عالمي قاعد بره ينزل يعني قصدي عندك الرابع عندك التلاته اللي بره تقال مع احمد توفيق مظبوط عايز تلعب بفرودين عندي الامكانيات اكرم توفيق عندك فرودين هلعب باتنين وتلاته كمان النهارده قفشه بيلعب ايه يا كابتن من ناحيه اليمين وينج
وينج يمين. ايوه ايوه لان هو ده ما يطلعش من الملعب. فهو الراجل مش عارف يحطه فين. مش عايز العب مش عايز احطه في ودي هو الترمومتر. ايوه بس عايز الترمومتر ومهم جدا لانه في الهلال سجل، في الوداد سجل، في الزمالك سجل، في بيتا سجل. كابتن هو المشكله كلها ان الراجل في الماتش بتاع سيمبا صدر ازمه للعيبه انه خايف وقعد قفشه بره. مظبوط. والاهلي خلينا نتكلم بصراحه كابتن بقى الاهلي لازم في كل الفرق وكل الاعمار وكل السنين لازم عنده بلاي ميكر. اعتمد فتره على ابو تريكه، اعتمد فتره على عبد الله، اعتمد فتره على بقى عنده طريقه ناصر ماهر احمد حق كل دول في طريقه لعب لازم يبقى فيها بلاي ميكر. لو خرج منه البلاي ميكر بتبقى عنده مشكله، الميكانيزم كله بيبوظ. فهو حتى هو مش عايز يلعب بلاي ميكر بس عايز يبقى في الملعب. حطه النهارده ناحيه اليمين، حطه ناحيه اليمين وراح جاب الهدف ناحيه اليمين. فهذه الميزه، لعيب بيديك الثقه. لعيب بيديك الثقه. فالنهارده شخصيه الاهلي بانت، شخصيه الاهلي طبعا ان انت رايح ما بتخافش. راح تهاجم، راح تكسب. بالرغم ان هو مدير فني واثق انه يكسبك، واثق ان هو يعدي بالمباراه، وعايز يحطك وحطك في ايه بقى، عايز يحطك الساعه 3 وعايز يحطك في الحر وعايز كل حاجه. النهارده انت شلت الضغوط اللي هي اتحط على الزمالك النهارده، ان كل ما وقت متعدي وانت متعادل طول ما انت متسرع. فبتهاجم بتزود الهجوم فبتيجي على حساب على حساب الدفاع. كابتن سامي التقييم للمدربين حتى في اوروبا، يعني كلوب كان بيقول لك العظيم اللي ما حصلش واخد اوروبا واخد، دلوقتي بيقول هيمشي. موسيماني كارتيرون نفس القصه، يعني كارتيرون يعني لما مشي جماهير الزمالك زعلانه طبعا، كان راجل جايب بطولات وحاجه جميله جدا، لما رجع قالوا رغم ان البعض غاضب النهارده حتى استقباله ما كانش جيد في الملعب يعني حسب ما قريت يعني. بس دايما الناس خساره بتهاجم، مكسب النهارده موسيماني بقى عظيم وبقى واو بقى يعني. هل احنا دايما مستعجلين في الحكم على المدربين كابتن كجمهور؟ بنشتغل بقى بالحب والكلام ده كله، بس ما في ادارات بتمشي ورا الجمهور لسه. انت انا قلت لك بص انا قلت لك كجمهور كجمهور تمام. افصل لازم افصل بعد كده كابتن افصل كجمهور كاداره لا. في اداره بتمشي ورا جماهير، في اداره بتمشي ورا جماهير. ودي الميزه ان انت كشعب عامه او كجمهور بنمشي بالحب، وماتش او ماتش لا. دي 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 مشكله كبيره. لكن كادارات لا. ادارات النهارده موسيماني خسروا بتاع، بس انا مقتنع مدرب كويس لا هجدد له في ده ده هنا. الناحيه الثانيه كان صعب قوي التوقيت انك تمشي فيه باتشيكو وتجيب كارتيرون يعني في حاجات صعبه. هو الناس طبعا عارفه ان كارتيرون محبوب وثقه والراجل، لكن هو نفسه حتى تصريحاته قال لك ايه، مش عارف ان الفرقه كده معرفش ان هو عين بدني. حازم فتوح كان قاعد مكانك هنا، قال بيتابع كل مباراه وكل حاجه النادي الزمالك وعارف كل صغيره وكبيره. بص يا كابتن فرق انك اتفرج وفرق اخش عش كابتن في جوه في بره. نعم. اللي جوه غير اللي بره. ما اتفرج على شاشه وامكانيات لعيبه ها غير لما اخش جوه الاجواء. الاجواء نفسها كان في مشاكل، كان في بعض المشاكل. فلما بتخش جه قال لك لما دخلت مع اللعيبه ودخلت قال لك ايه، في مشكله بدنيه. في مشكله نفسيه، مش اللي قال كده صح ولا غلط؟ لما دخل اجواء. نعم. لما دخل جوه اللعب وجوه جوه المنظومه. غير اللي بره، غير بتفرج من بره لا هو بيتابع على فكره. ايه اهم حاجه عجبتك النهارده في موسيماني؟ شخصيه الاهلي بانت من طريقه اللعب. طريقه اللعب اللي بدا بيها. انا كابتن النهارده معلش، هل النهارده مش انا لعبت فيتا بره ولعبت سيمبا بره؟ نعم. ما حصلش الكلام ده؟ لعبت هنا ايه ولعبت هنا ايه؟ لا 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 فارس سهم الارض. ما هنا طريقه لعبك، هنا مهاجم وهنا مدافع. لا طريقه لعبك اديت انطباع للعيبه ان انا هدافع. خوفت اللعيبه، طريقه لعب خوفت اللعيبه. وطريقه لعب ادت ثقه للعيبه. جرأه موسيماني النهارده، النهارده هي دي اللي حصل. وحسن قرايه المباراه، ادارته للمباراه التوفيق. نفسها مع التوفيق، التوفيق طبعا انك انت تجيب جولين بدري، حاسس اجيب تلت ساعه. تغييراته داخل المباراه. وكان نفس السؤال بساله لك على كارتيرون برضو، هل تعامل مع المباراه من ناحيه التغييرات بشكل جيد؟ هو 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 كابتن التغييرات كام واحد؟ التغييرات كام واحد؟ تغيرت اثنين. انت غيرت غير اثنين على فكره. نعم. فالتغييرات انا الاهلي غير كتير. الاهلي غير بقى من خلاص ما عنده متاح يا كابتن. طاهر مكان شريف، وباليا بمكان مروان، ورمضان مكان ايمن، وحسين الشحات مكان جونيور، وحمدي فتحي مكان قفش. نزل نزل ما خلاص. بص يا كابتن المباراه بتديك، عايز تجامل تجامل، عايز تدي ثقه هتدي ثقه. عايز تدخل لعيبه فورم هتدخل، عايز تغير طريقه لعب هتغير. النهارده ما انت اول تلت ساعه جاب جونين. نعم. فخلاص الثقه بالاداء بالروح المباراه خلاص. المباراه خلصت 2-0 يا كابتن. شلت الضغوط اللي عليك. النهارده لا، النهارده التغييره الاولى كنت متوقع ان ينزل شيكابالا في الزمالك. مش امام. لا مش امام. ليه؟ لان المساحات الضيقه اللي بدا يشتغل فيها الترجي محتاجه لعيبه عندها مهاره، مش محتاجه لعيبه عندها سرعه. نعم.
فالنهارده كنت متوقع ان شيكابالا هو التغييره الاولى. نعم شيكابالا ينزل الاول، اول حاجه مكان اسامه فيصل وتودي بن شرقي فيرود وتودي زيزو ناحيه الشمال وشيكابالا اولى بلا من ناحيه اليمين كان يظبط الملا. ما هي ده الطبيعي دي ظابطه. فوجئت لقيت امام اللي نزل. هتضطر تنزل شيكابالا هتضطر وهتحط تحتها شرط ما خلاص شيكابالا لازم يبقى موجود. هتعمل ايه لما شيكابالا ينزل؟ هتغير تاني تروح مودي امام ناحيه اليمين وتنزل شيكابالا. كان لازم شيكابالا ينزل الاول. فاضطريت تطلع احمد عيد وتحط امام عشان التغييره الاولى ما كانتش شيكابالا. لكن هتنزل شيكابالا لا تقدر تطلع فيه بن شرقي ولا تطلع اوباما ولا تطلع زيزو. مين احسن لعيب في الاهلي النهارده؟ الاهلي. حلوه الاجابه دي، تكفي جميله جدا من الكابتن سامي الشيشيني. خلينا نروح لفاصل وارجع تاني. كابتن سامي الشيشيني جاهز لفقره الاسئله السريعه والاجوبه الاسرع؟ معاك يا كابتن. يلا. افضل ظهير حر في مصر خلال اخر 30 سنه. ابراهيم حسن. ظهير حر يعني اللي كان مكانك. ابراهيم حسن افضل ظهير. اعظم ظهير. بتكلم 30 سنه كابتن ابراهيم يوسف. ابراهيم يوسف. المدير الفني الاكثر تاثيرا في مشوارك كلاعب. كابتن ابو رجيله. المدير الفني اللي كان هيخليك تبطل كوره بدري. اللهم صل على النبي. اللي كان ماسك اللي اتغلب من اهلي سته. اوتوفيستا. اغلى بطوله حققتها مع الزمالك او مع الزمالك ومع المنتخب الوطني. السوبر المصري. السوبر اللي هو الافريقي اللي خدته من الاهلي. ده كمدرب الزمالك. كمدرب؟ كمدرب ولا كلاعب؟ ده كلاعب. وانا كلاعب. كلاعب خدت اللي هو السوبر مع الاهلي. تمام. في جنوب افريقيا. وخدته كمان وانا مدرب. تمام. لكن مع منتخب 98 بوركينا فاسو. كنت غير محظوظ على المستوى الدولي لانه كان هاني رمزي ما حدش بيقدر يلعب عليه. ادي حاجه بس انا كنتش محظوظ عشان عملت ست عمليات. الهداف اللي كنت بترعب منه. حسام حسن. المهاجم اللي لعبت عليه احسن مبارياتك. كان محمد رمضان. محمد رمضان. اكتر حارس مرمى كنت بتطمن وهو واقف وراك. نادر السيد. الحارس اللي كنت بتبقى مرعوب لما تلعب معاه فريق واحد سواء منتخب او نادي او اي حاجه. لا مفيش، كلهم كانوا مميزين. مفيش. افضل مدير فني اجنبي اشتغل في نادي الزمالك. مدير فني يمكن سنه 92 كان في مكي. مكي من الناس اللي كانت كويس، خد اثنين دوري ورا بعض. انا الناس اللي هي اشتغلت معاها افضل من افضل المدربين الاجانب اللي شفتهم. اكتر مدير فني كان غير محظوظ من وجهه نظرك. مدير فني ايهاب جلال. كان غير محظوظ في نادي الزمالك. لان هو مدرب. انا من افضل المدربين اللي انا بشوفها بصراحه. متجدد في التكتيك بتاعه ومدرب رائع. لكن الفتره اللي قعد فيها في نادي الزمالك ما خدش حظه ان هو يعمل حاجه. يعني المرشح الاول للفوز بالدوري هذا الموسم الاول هو دايما الاهلي. لكن الزمالك انا شايف الزمالك جاي. الزمالك السنه دي كويس قوي، بس اللي هو اللعبه تركز تخرج بقى من الازمه اللي فيها. عنده مجموعه لعيبه مميزه، يبقى في استقرار. الزمالك بقى من المرشحين الكويسين جدا. نهائي القرن اللي حصل الموسم اللي فات بين الاهلي والزمالك لن يتكرر هذا الموسم. لن يتكرر. مش هيوصلوا فينا الاثنين. لا بعتقد لا بنسبه كبيره. لا يعني هي كل كام سنه بتحصل الموضوع. كان في فرق كويسه موجوده بعتقد لا ممكن ما يحصلش. الزمالك ما فاوضنيش خالص كمدرب عام، وكل ما قيل كان اجتهادات صحفيه فقط لا غير. لا كمجلس اداره رسمي لا خالص. انا غير مقتنع بمجلس الاداره الحالي في نادي الزمالك. لا طبعا لا ما ينفعش. لا ناس محترمه وناس كويسه جدا. بس هم اتحطوا في ظروف صعبه. اتحطوا في ازمات هم ما كانش ليهم يد فيها. بص يا كابتن، اي ازمه تحصل لازم يبقى وراها ازمه ماديه. اي حاجه تحصل ما بين مشاكل لعيبه مدربين اجهزه فنيه كلها لازم يبقى في ازمه ماديه. هم اتحطوا في موقف صعب جدا، واتحطوا في موقف ما فيش ماديات، فدي عامله ازمات جوه الفرقه. لكن ان شاء الله انا بتمنى الفتره اللي جايه يقوموا بيها ناس محترمه وناس كويسه، بس جت في ظروف صعبه. لو تعرض عليا رئيس قطاع الناشئين مره ثانيه في نادي الزمالك هوافق. لا لو تعرض عليا مدرب عام ثاني هوافق في نادي الزمالك. بس مش دلوقتي. لا حاليا لا خالص. فتره عملي كمدير فني في اسوان كانت غير جيده. لا من افضل الحاجات اللي انا عشتها في حياتي. اديتني خبرات كبيره جدا في الاختيارات. اديتني طرق لعب. كان ممكن انا ما العبش لان انا في نادي الزمالك طول عمري بلعب بطريقه لعب هجوميه. عشان تلعب بطريقه دفاعيه وعشان تختار نوعيه اللعيبه اللي تمشي معاك مع الطريقه دي وتوقيتك مع مشاكلك مع قله اللعيبه مع قله الحته اللي هي الاعداد البدني وكل حاجه. فانا بالنسبه لي انا مش شايفها وحشه بالنسبه لي. في بعض اللعيبه بيصطنعوا ازمات داخل نادي الزمالك. ممكن
ممكن ممكن. والازمه برضو بتبقى ترجع للازمه الماديه برضو، او اللي هي ليه ان انت كابتن، خلينا نتكلم كابتن شوبير النهارده، انت بتعمل ليه تعديل عقود؟ بعمله ليه؟ مش تعديل عقود، تعديل عقود بتعدل لواحد، الثاني والثالث والرابع بيعدل. فالنهارده لا، انت حضرتك لما تيجي تخلص عقدك اطلب اللي انت عايزه. تعديل العقود بيسبب مشاكل في نادي الزمالك. نورتني وشرفتنا يا كابتن سامي. شكرا كابتن شوبير، تحياتي كابتن سعيد الشيشيني جدا. حاضر يا كابتن، نورتنا بحضرتك، اشكرك شكرا جزيلا. خلص الكلام اعزائي المشاهدين، مسك الختام، سلام.